differences that I acknowledge وأجيد أن أخذ منها material كثير for this presentation. أخيراً أنا قبل ما أبدأ التوك بشكر جداً كل اللي ساعدوني في الحالات اللي عملتها أو في تحضير البرزنتيشن و يا رب نتعلم the way of thinking في حالات الـ distal radius. احنا هناخد كذا زاوية of thinking زي ما انتم شايفين الصور اللي قدامكم لناس old age وكل ما بتكبر في السن كل ما بيبقى بتزداد dependence على ايدك انك تمسك عكاز او انك تحمل عليها بالذات الناس اللي عندهم arthritis في رجليهم او اي disability بيمروا بيها في ظهرهم او whatever. ف الكونسبت بتاع ده راجل عجوز خلاص خليه distal radius displaced مش هتفرق معاه في الفانكشن في حاجه ده كونسبت مغلوط تماما وما اصبحش مقبول. الحاجه الثانيه ان حد فيكم يجرب يجيب جده او والدته او اي حد من اهله يعيش معاه شويه تلاقيهم دايما الكبار في السن بيرفضوا ويحبوا دايما يبقوا independent على الناس اللي حواليهم يحبوا يعملوا حاجاتهم بنفسهم. فكل ما بتكبر في السن كل ما بتكون independent اكتر. فالتفكير في ان distal radius حد كبير osteoporotic مش هنعمل له حاجه اتعكس تماما بقى كل ما اللي قدامك يبقى اكبر في السن كل ما بيكون the need to fix him بشكل يحقق له function احسن او سواء conservatively او operatively whatever بس المهم انك لازم تحقق له the best option يحقق له the best function. كمان احنا بنشوف ناس كتير مش قادر اقول عليهم healthy هم بيستمتعوا بال well being being healthy و mentally happy وبتعمل حاجات recreational ملوش اي علاقة بالسن ده it's a mental state اللي كلنا بنسعى اليها ما بنسعاش نكون healthy احنا بنسعى يكون عندنا well being. اول حاجة عايز ابدأها معاكم النهاردة the way of thinking نفكر ان this patient هو عنده 64 year he's left he's right handed وعنده fracture of the left radius والfracture ده displaced زي ما كلكم شايفين وكلكم تقدروا تقولوا على ال displacement زي ما انتم عايزين volar displaced وفي unrestored fracture وفي loss of radial height وال inclination is less than the other side. اللي عايز اقوله لكم ان احنا دايما في اي fracture of the distal radius احنا we photograph we radiograph the other side علشان في ناس عندهم ulna plus وانت مش ما بتبقاش عارف انت ما رجعتش الهايت enough ولا لا. في ناس عندهم الانكلينيشن مختلف عن حد تاني. في patient بيبقى عنده very mild form of Madelung deformity حد بيبقى whatever the reason of malalignment كل بني ادم بيبقى عنده حاجات مش هتشوفها غير لما تبص على الاذر سايد. فاحنا the other side is very important في كل patient بنعمل له distal radius fixation. ال CT بالنسبه لي is mandatory في اي distal radius fracture. ممكن يكون بالنسبه لناس ثانيه لا ممكن يكون مش افيلبل بس at least you can imagine قد ايه هو بيوري لك الديتيلز اللي يو بيلد اب عليها الديسيجن بتاعك. يعني لو بصينا ان ذيس كورونال فراكشرز كورونال كاتس اللي موجوده فوق هنا في راديان ستايلود فراجمنت وهنا باقي اليونيت بارت اوف ذا ديستال راديوس. يعني في سمبل فراكشر ومش ديسبليست في الكورونال كات في فراكشر في الاندر ستايلود
في الـ sagittal cuts نلاقي إن الـ lunate fossa is divided into a volar fragment which is the critical corner of the distal radius ودورسال fragment, بس برضو الـ displacement اللي فيها حوالي 1 ملي فما هياش wide open. كذلك في الـ axial cuts ده الـ volar side الـ radial styloid fragment هي والـ ulnar styloid والليونيت فوسا اهي مقسومه نصين, نص فولر ونص دورسل. و شايفين هنا ده سيجمويد نوتش اوف ذا ديستال راديوس وفي الفراكشر واصل لحد السيجمويد نوتش. فلما نشوف الوضع ده نبقى عارفين كويس قوي ان احنا وي نيد تو باترس الفولر بارت, وي نيد تو كيب ان اي على الديستال راديو والنر جوينت. We need to fix both columns, the radial column and intermediate column of the distal radius. وبعد ما نخلص fixation of the distal radius, we need to assess the stability of the distal radial ulnar joint. طبعا ده البلان بمجرد ما بنشوف X-ray زي كده. البيشن ده جوه العملية عملنا Volar approach, modified Henry approach through the flexor corporeal hialis bed, mild traction under image وبشوية manipulation, الalignment كان تقريبا restored. بعدين بنحط ال Volar plate, ال Volar plate زي ما كلكم عارفين ان احنا بنحط ال oval hole اولا علشان نحدد ال height اللي هنسيب ال plate فيه. لازم ال plate توصل تبقى تحت الووتر شيد لاين. الووتر شيد لاين معرفش هتشوفوه لو شاورت لكم عليه هنا ولا لا. الووتر شيد لاين بيبقى very close للارتيكولار سيرفيس عند الليونيت فوسا وبعيد عن الارتيكولار سيرفيس عند الاسكافويد فوسا. ف this water shed line هو ال بيعلم الكونكافيتي اللي لازم البليت تبقى موجوده فيها, لان البليت ما ينفعش تبقى prominent volar عشان بتضايقش الفلكسور تندنس. فاول حاجه بنحطها هو المسمار الكورتيكال اللي مش لوكت اللي في الاوفال هول اوف ذا vertical limb اوف ذا بليت علشان نقدر نتحكم في الديستال اكستنشن اوف ذا بليت. وبعد ما بنحدد الميديال واللاترال اكستنت اوف ذا بليت بنحط المسمار بتاع الديستال علشان يسبورت الارتيكولار سيرفيس. زي ما انتم شايفين هنا المسمار ده محطوط سبورتنج ذا سبكوندرال بون اند هنا, وفي مسمارين سبورتنج اليونيت فوسا, والمسمار الثالث اهو ده مسمار داخل في الريديال ستايلويد. وبعدين كملنا باقي الفيكسيشن الالاينمنت كويس. لسه هنا دي تعتبر دورسالي تلتت حوالي 5 درجات, مش كومبليتلي كوركتد. بس احنا لما بندخل باقي المسامير بنعمل ليفتنج اوفر او ليفرنج على السبكوندرال بليت بحيث ان كوركت الارتيكولار سيرفيس زي ما انتم شايفين, وفي الاخر بتبقى ريستورد بالطريقه الساتسفاكتوري دي. In this supination oblique view باين الراديال سكرو, وفي البرونيشن اوبليك فيو باين الاونر سكرو. انا هقول لكم ان ذيس بيشنت دي الاشعه البوست اوبرتيف الارتيكولار سيرفيس اناتوميكال ريديوست, الميتافيز الالاينمنت از ريستورد, الهايت از ريستورد, سو كل البرنسبلز بتاعت الاي او فيكسيشن از اتشيفد. 2 ويكس بوست اوبرتيفلي حصل له ديسبيسمنت, ولو انتم شايفين الديسبيسمنت اللي حاصل 2 ويكس بوست اوبرتيف هتفهموا احنا بندسكس البيشنت ده ليه. حد شايف هنا ايه اللي حاصل؟ الارتيكولار سيرفيس بتاع اليونيت فوسا لسه في مكانه, انما الارتيكولار سيرفيس اوف ذا سكافويد فوسا نزل لتحت, حصل له روتيشن. يعني دي سبورت حصل لها روتيشن. تفتكر ايه السبب؟
اللي عايز اقوله لكم ان معظم الفيلير اللي بيحصل في الديستال راديوس فيكسيشن ات ستارتس عند الراديال سايد. ف تيك كير انك لو الراديال سايد متثبت بشكل سسبيشس زي ما هو في الحاله دي هو مسمار واحد يبقى اكسبكت ان ممكن يحصل له ديسبيسمنت. طيب احنا ليه ما ثبتناش الديس راديوس بشكل احسن من كده؟ بص في الاشعاعات اللي قبلها، الاشعاعات اللي وريتها لكم من شويه، شايف هنا ده مسمار في الديستر في الراديال ستايلويد فراجمنت، بس الراديال ستايلويد فراجمنت واصله لحد هنا. المسمار ده المفروض الدايركشن بتاعه يبقى هنا، والمسمار اللي تحته ده كان يكمل بحيث ان يدي لك روتيشنال ستابيليتي لهذه الكونستراكت. ولو بصيت في اللاترال فيو والسوبينيشن اوبليك فيو هتلاقي في السوبينيشن اوبليك فيو في فويد، في كافيتي تحت الراديال ستايلويد فراجمنت. يبقى الميستيك اللي حصل هنا ان الراديال ستايلويد فراجمنت ما كانتش متثبته كويس، ومفيش غلطه بتحصل في الاورثوبيديك سيرجري وكذلك الهاند سيرجري الا هي غلطه بيزك. ازاي اثبت راديال ستايلويد فراجمنت بمسمار واحد والاقي نفسي مش اكسبكتنج ان يحصل لها اي روتيشن، او حصل لها روتيشن وبقت هي السبب في الفيلير؟ طب لما الراديال ستايلويد فراجمنت ده بعد اسبوعين ابتدت تروتيت وحصل لها ديسبليسمنت، بس لسه الفولر تيلت ما حصلوش اي لاس، and we consulted the patient ان على الوضع ده عندنا possibility of continuing losing the reduction later on في الفولو اب اكس ريز. والحقيقه ده اللي حصل، ان بعد 1 مانث يعني 4 ويكس شايف في اللاترال فيو حصل loss of the volar tilt اللي كان restored جوه العمليه وبقى dorsally tilted. يبقى اول ما ابتديت تفقد السبورت بتاع الراديال سايد ابتدى الحمل كله يبقى على اليونيت فوسا، والحمل لما بقى على اليونيت فوسا ابتديت تكتشف غلطه ثانيه ان المسامير اصلا اللي سبورتنج اليونيت فوسا از نوت لونج انف انها تسبورت اليونيت فوسا، فابتدى يديسبليس الدورسال كورتكس ويحصل له سبسيدنس. فالدورسال كورتكس علشان هي كانت كومنيوتد من الاول وده باين في السي تي لما تراجعوا حصل لها لوس وابتدى المسامير تبنتريت انتر ارتكلر. ولما نصور الاشعاعات لما نشوف الكورونال كات، شايف هنا الكورونال كات بتاع الديستال راديوس، المسمارين اهم لسه سبورتد بسبوندرال بليت، بس هنا الراديال ستايلويد روتيتد كومبليتلي، المسامير ابتدت تخش انترا ارتكلر. طبعا سيتويشن زي ده انا موريه لكم علشان حاجه واحده بس لو تسمح، دونت اكسبت الا جود ريدكشن ودونت فايوليت ذا برنسبلز. مسمار واحد ما يكفيش في الريدر ستايلويد، ولو لقيته بي ديسبليس لازم تو جو اند ريفايز ذا بروسيجر فروم ذا ستارت. احنا طبعا احنا وي ادفايز ذا بيشنت فور ريفيجن، بس ان ذيس بارتيكولار بيشنت هي تشوز نوت تو ريفايز، وان هو to continue like this when احنا بعد الهيلينج to remove the plate. That's fine, but this does not guarantee the good result. What did we learn from this patient? I learned from this patient ان الفيلير بيبدا راديال، it's very evident in this patient. I learned also ان انا لما احط مسامير علشان اسبورت اليونيت فور ذا اليونيت فوسا احط المسامير لونج انف انها تسبورت الدورسال كورتكس. انت بتخاف تحط المسامير طويله عشان نوت تو بنتريت الكورتكس، بس في نفس الوقت ما تبقاش فيري شورت زي ما هو واضح هنا،
وما بقتش سبورتنج خالص للديستال كورتكس. هل في اي حاجه تانية ممكن نعملها كنا نتجنب بيها ان يحصل ديسبيسمنت ان ديس بيشنت؟ هي لو حطيت واير في الراديال سايد مع المسمار وسبت الواير اللي احنا بنستخدمه في بعض الاحيان كاول ستيب في الريدكشن اوف ذا ديستال ريديس، نحط واير من الراديال ستايلود نمسك بيه الانر كورتكس اوف ذا راديال دايافيسس، وساعات بنسيبه بعدين يبقى نشيله بعد 4 ويكس 5 ويكس 6 ويكس وات ايفر. لو حطينا سبلمنتري واير من هنا، احنا سام تايمز بنحط سبلمنتري واير من ديس كورنر، بنخش ان ديس كورنر وان ايم عند الفولر راديال كورتكس، عكس بتاع راديال ستايلويد اللي هو بي ايم على الشافت على الاندر كورتكس. لو حطينا الواير ده بلس الفيكسيشن ده، لو احنا سسبكتنج ده من الاول ما كانش حصل الريدكشن. فاين، ادينا اتعلمنا نقطتين مهمين، ان احنا وي نيد تو بوت ذا سكروز لونج انف، وي نيد تو فيكس ذا راديال ستايلويد فراجمنت جود فيكسيشن. ده الاسسمنت اوف ذا بيشنت وقت ما بيعمل بليت ريموفال وعنده فلكشن اكستنشن كويس، هو ما عندوش انستابيليتي للدي ار يو جي، و وي ريموف ذا بليت اند هي اكسبتس ذا ديجري اوف موشن. انما لو حصل بين مش محتمل، ما عندناش اي حل غير ان احنا نعمل راديو كاربال فيوجن وديستال سكافويد اكسيجن علشان نحافظ على رينج اوف موشن، وفي نفس الوقت نخلي كل الحمل على الميد كاربال جوينت. كويس قوي. احنا قلنا ان احنا بنخاف نحط المسامير لونج انف عشان ما تعملش اريتيشن للاكستنسر تندن. صحيح انا واحد من الناس زيكم كلكم اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي زي ما بيقولوا. I have seen many patients with anatomical reduced distal radius، بس المسمار الدورسال، المسمار المحطوط من فولر تو دورسال slightly prominent وعمل irritation في extensive tendon like in this lady with extensive tendon irritation نتيجة fixation لديستال radius قبل كده. لما فتحناها دورسالي لقينا تينوساينوفيتس عنيف جدا. التينوساينوفيتس والاريتيشن اكستنسر تندون قاطع اثنين تندونز وعامل اريتيشن في اثنين تانيين من الاكستنسر تندونز. ولو ما اعرفش المسمار باين من هنا، لا المسمار اهو التيب اوف ذا سكرو خارج من في البيد اوف ذا فورث كومبارتمنت دورسالي اللي بارز منه جزء مش قليل، لانه باين في الاكس رايز زي ما انتم شايفين هنا خارج حوالي 2 او 3 مللي، والاريتيشن بتاعه تسبب في ان احنا نعمل اكستنسر تندون ريكونستراكشن علشان تو ريستور ذا نورمال اكستنشن ان ذيس بيشنت. المتل بيعمل اريتيشن دورسالي والمتل بيعمل اريتيشن فولر لايك ان ذيس بيشنت. لاحظ الثم ان ذيس بيشنت شي كانوت بند هير ثم، هي عامله بليت فيكسيشن للديستال ريديس قبل كده، والبليت فيكسيشن ده نتج عنه اريتيشن برغم انها اناتوميكال ريديوست وكويسه جدا وكل حاجه، بس نتج عنه ان الفلكسر بولشس لونجس واز اريتيتد وحصل له تير وشي لوست هير ابيليتي تو بند الفلكسر تاني. طب احنا نعمل ايه؟ يعني هو كله كومبليكيشنز. انت لازم تبقى aware بالcomplications اللي موجودة بسبب ال disrespect للاناتومي، لان الcomplications دي الحمد لله دلوقتي بقت اقل كتير من زمان، مش قوي، هي اقل من زمان لو نفس اللي عمل الcomplication اتعلم منها واستخدم plates بقت بترسبكت الاناتومي بقت less prominent، بتحقق نفس الهدف من الفيكسيشن مع
احترام السوفت تيشوز وعدم الاريتيشن بالسوفت تيشوز. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن ازاي نابلاي فولر بليت مع احترام ان ما يكونش في بروميننس للهاردوير ولا فولر ولا راديو كاربل ولا راديو النر ولا دورس. كلنا عارفين ان احنا بنشوف حاجات كتير جدا في الـ بنشوف بيشنتس كتير بري اوبراتيفلي باكس رايز كلير جدا وبسي تي موضح الاناتومي كويس جدا، انما اول ما تخش العمليه الانتربريتيشن اوف ذا ايمج انتنسيفاير او الفلوروسكوبي از فيري ديفيكلت اند ات نيدز اثار اندرستاندينج اوف ذا اناتومي علشان تبقى فاهم انت بتبص على ايه، لان انت لازم تكون بيربنديكولار للحاجه اللي بتبص عليها علشان الاناتومي بتاعها يبان. وده اللي هنتكلم فيه. يعني البيشنت اللي عندها irritation of the flexor pollicis longus، هي جالها الirritation ده علشان طول ما البليت contained تحت الووتر شيد لاين وما هياش prominent، يبقى الفلكسر تندونز هي بتعدي فلكسر للفولر ليب of the distal radius، فولر للفولر ليب of the distal radius زي ما هو باين في الـ MRI ده الفلكسر تندون اهو. انما لما البليت تتحط prominent يبقى الاحتكاك بتاع الفلكسر تندون على البليت، واي احتكاك زي ما كلكم عارفين على هاردوير مهما كان الهاردوير ده ناعم وبولشت والماتيريال بتاعته كويسه later on بيتقطع. يبقى سونج عمل كلاسيفيكيشن دي بيسميها سونج 1، ان الستيج بتاع البليت كونتيند كله جوه الكونكافيتي اوف ذا ديستال ريديوس، فما بيعملش اي اريتيشن للفولر ستراكشرز. الستيج اللي بعدها ان البليت بقت بروميننت بس مش ديستال للووتر شيد لاين. والستيج الاخيره ان البليت بروميننت فولرلي وكمان ديستالي، وده أسوأ بوزيشن للبليت. طب هل احنا ممكن ساعات بنضطر نحط الشريحه في هذا البوزيشن؟ حقيقه ممكن تضطر تحط البليت في البوزيشن ده زي الفولر الرين بليتس بتاعت الديستال ريديوس، انا مش بحبها بس لو انت في بعض الفراكتشرز بتضطر تحط الشريحه على الرين لان الفراكتشر از اكستندنج فيري ديستال. طبعا هنتكلم بعد شويه عن حاجات بتستعوض ده، بس if you had to اعمل حسابك انك تشيلها later on. فتقول للبيشنت هنحط الشريحه دي هنشيلها بعد الهيلينج اللي هو 3 شهور بيحصل هيلينج، بس احنا بنشيل الشريحه بعد 6 شهور. ف be aware لو حطيت الشريحه ده prominent اعمل حسابك تشيلها. طيب راديو كاربل ازاي احمي الراديو كاربال جوينت من ان المسامير تو بينتريت جوه الراديو كاربال جوينت؟ الموضوع بسيط جدا، انت بص على الاكس رايز اللي بتاخده وانت عندك فولر تيلت، بيبقى في اوفرلاب ما بين الفولر ليب والدورسال ليب، دي في حته ودي في حته. لما بترفع الايد بعيد عن الترابيزه ب 11 درجه زي الفولر انجليشن، الاكس رايز هنا هتبقى بيربنديكولار للارتيكولار سيرفيس، فهتبين لك الارتيكولار سيرفيس بشكل افضل بشكل كلير. يبقى انت لما تحط مسامير هنا ومتاكد ان هم كلهم بروكسيمال لللاين ده، يبقى انت كومبليتلي بعيد عن الارتيكولار سيرفيس. كذلك في اللاترال سايد، اللاترال سايد كلنا عارفين ان راديال انكلينيشن يمثل 21 22 23 درجه. لما بترفع الايد بعيد عن الترابيزه بمقدار الراديال انكلينيشن اللي موجود بتشوف اللاترال فيو بشكل مظبوط. والحقيقه الانكلايند لاترال فيو بيبين الفولر تيلت زيه زي اللاترال فيو. يعني لو انت قايس هنا اللاترال فيو بتاعك 11 درجه
بتلاقيه لو قايس الفولر تلت 11 درجه بتلاقيه في الانكلايند لاترال فيو 11 درجه برضو. لو عملت سوباينيشن شويه بتلاقي الديستال راديوس ارتكولار سيرفيس ابتدى يخش في دورسال تلت، فخد بالك من ده، لازم الصوره تبقى ديد لاتر. زي ما انت شايف هنا واضح جدا المسامير كانها ما انتش عارف دي داخله ان اوت ان ولا 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 هي بره. اول ما تصور البروبر اي بي فيو هتلاقيها بعيد. كذلك في اللاترال فيو ده الراديال كولوم ده الاونر كولوم. بص هنا المسمار الراديال كل ما بترفع الايد تعمل انكلينيشن اكتر، ادي 10 15 20 درجه تلاقي الراديال كولوم سكرو، بقيت متاكد ان هو بره الارتكولار سيرفيس برغم ان هو in this area مديك impression ان هو intra-articular. radio ulnar ال view ده هو modification لل skyline view. هنتكلم عن skyline view بعد شوية، بس ال modification ده بيوري لك هنا the radio ulnar joint. يعني انت لو حاطط شريحة whatever من فولر ولا من دورسولا ولا من وات ايفر، انت عايز تبقى متاكد انك مش داخله جوه ريديو اندر جوينت، ممكن والبيشنت نايم سوباين، بترفع الايد حوالي 30 درجه فول اكستنشن وبتاخد الفيو من هنا لهنا، بيبقى ده ديست ريديو اندر جوينت، بيبقى عمودي على ديست ريديو اندر جوينت كانه سكاي لاين للديست ريديو اندر جوينت، فموريك السيجمويد نوتش بشكل واضح عشان تبقى متاكد ان السكروز بعيده. جينا لاهم نقطه في البروبر فولر بليت ابلكيشن للديستال ريديس. انت شايف هنا في اللاترال فيو المسامير ما هيش بروميننت، بس جيت عملت سي تي بوست اوبرتيفلي لقيت المسامير از فيري بروميننت في الفورث كومبارتمنت. انت بتبقى عارف فور شور ان هيحصل irritation later on للاكستنسيف تندنز، ودي ما فيهاش probabilities. والحقيقه ساعات بنشوف ناس بيحصل لهم rupture من غير حتى ما عنده اي swelling ولا حاجه، من غير ما يجيله dorsal synovitis زي البيشنت اللي وريناها في الاول. فلو عندك المشكله دي لازم to schedule the patient ان هو يحتاج removal later on، بس احنا مش عايزين نقع في هذه المشكله. علشان كده بص على الاكسيال كات في الديستال راديوس، هتلاقيها بيراميدال ان شيب، الراديال سايد بتاعها سلوبينج هنا والانر سايد سلوبينج هنا. فانت لو عندك مسمار طويل هنا هتشوفه ازاي؟ وانت مش عايز تكتشف هذا الكلام بعد العمليه، انت عايز تكتشف هذا الكلام جوه العمليه. يبقى هاو تو ديتكت جوه العمليه بالاوبليك فيوز زي اللي هنقولها لك دلوقتي. ده عباره عن برونيشن اوبليك فيو لو انت حاطط الايد ديد لاترال، بعدين عملت برونيشن للايد هتشوف الوضع ده. البرونيشن اوبليك فيو هيوري الدورسال بارت اوف ذا سيجمويد نوتش اوف ذا راديوس، وهيوري اذا كان في مسمار برومينت ولا لا، لان هو هيشيل اوفرلاب ما بين الفولر والدورسال بارت اوف ذا سيجمويد نوتش، والانر هيد هتبقى ما بينهم، فهتقدر تشوف والله المسمار ده طويل ولا مش طويل، اللي جنبه طويل ولا مش طويل. زي ما انت شايف هنا لو صورت اكس رايز جوه العمليه ديد لاترال هتلاقي المسمار ده مش متشاف، وهو زي ما انت شايف كده وتحس ان انت كل حاجه تمام، بس هو الحقيقه مسمار طويل. لازم تعمل برونيشن او سوباينيشن، لو هو على الراديال سايد بتعمل سوباينيشن عشان يبان المسمار خارج من ده الفلور بتاع السكند كومبارتمنت تحت الاكستنسور كاربر جالس لونجس وبريفس، مسمار طويل جدا حوالي 4 مللي، هيقعد يريتيت الموشن بتاع التندم. والعكس صحيح، المسمار اللي عند الفورث كومبارتمنت محتاج له برونيشن علشان تشوفه خارج من الدورسال كورتكس. وطبعا انت لازم تو كيب ذا سكروز جاست عند الكورتكس او 1 مللي شورت اوف ذا فار كورتكس. انما لو حبيت
تأثر المسامير أكتر من كده كمان وارد، بس تكون متأكد إن في الأكسيال كاتشر ده سي تي ما يكونش زي العيان الأولاني اللي شفناه، ما يكونش السيجمويد نوتش مقسومة نصين والنص البوستيرير ما هوش سبورتد بالسكرو. ف too short is too much و too long is too much. انت لازم تبقى اللينث بتاع السكروز بتاعتك مظبوط. ف in this study كانوا بيقيسوا مكان المسمار، شوف المسمار ده مش خارج ملي واللي قبله ما كانش خارج خالص وده خارج 2 ملي. بص بص هنا ال ده فولر وده دورسال، ده الفورث كومبارتمنت. لما المسمار يكون داخل في الفورث كومبارتمنت بيعمل اريتيشن في التندنز، بس انت لما تبص عليه في الراديوجرافس اللي جوه العمليه ممكن تلاقيه يا دوب penetrating the cortex. احنا في الديستال radius fixation بالذات لما بيكون عندنا locked plates ما هوش الايم بتاعنا ان احنا ابدا نبنتريت الفار كورتكس، احنا عايزين نوصل للفار كورتكس not to penetrate it. فبرغم ان المسمار هنا طويل وبارز 2 مللي وممكن يقطع كل التندنز، انما هو هنا مش باين لك خالص في هذا الامر. ليه؟ لان الحقيقه لما هنشوف بعد كده هنلاقي ان ده الشادو بتاع الليسترز تيوبركل. امال ده الشادو بتاع ايه؟ ده الشادو بتاع ريديال ستايلويد. ريديال ستايلويد بيبقى ليه بومبي دورسال وفولر، بيبقى مغطي على ال المسمار، بيحسسك ان هو ان هو مش prominent وهو في الحقيقة prominent. ال tangential views بpronation و supination دول جمال جدا وبيوروا لك السكرو بشكل مظبوط، بس sometimes لما تعمل tangential views ليهم fallacy. و in this study they proved ان حتى مع التانجنشال فيوز احتاجوا فيو اخر وهو السكاي لاين فيو. ولما عملوا السكاي لاين فيو برغم ان التانجنشال فيوز اللي هي السوبرنيشن والبرونيشن حققت خلت المسامير مش بنتريتنج، لما عمل السكاي لاين فيو اضطر يغير ثلاث مسامير من 15 بيشنت. فزي ما انت شايف هنا ان في الاوبليك فيوز المسامير مش بروميننت، بس هو هنا في السكاي لاين فيو بروميننت واضطر يقصره. فاحنا بنستخدم كل حاجه علشان نتاكد من طول المسامير بتاعنا. احنا وي سجستد كمان ان احنا انت ما تعملش انكلايند فيو بس، لا انت تعمل انكلايند برونيشن وانكلايند سوباينيشن، هيخليك ممكن ما تحتاجش السكاي لاين غير في الكونفرميشن فقط. طيب احنا التكنيكال كونسيدريشن علشان ما يحصلناش مشاكل، التكنيكال كونسيدريشن هو ان احنا اول مسمار نحطه هو الالنر سيجمويد سكرو. ولما نحط المسمار الالنر سيجمويد سكرو نبص عليه في اللاترال فيو، وفي اللاترال فيو بنبقى متاكدين ان البليت تحت الووتر شيد لاين، تحت ودورسال وانفير ما تبقاش طالعه ابدا، سوري وسوبير ما تبقاش طالعه ابدا انفير للووتر شيد لاين. وبنسبورت بالمسمار ده وي نيد تو سبورت ذا دورسال كورتكس از دورسال از بوسبل. طب انا عايز اوصل فين؟ اهو ده انكلايند لاترال فيو. بس بص لما اعمل انكلايند لاترال فيو وبعدين اعمل معاه برونيشن يبان لي الديجري احسن كتير. يعني هنا ده فاضل له 2 مللي بس، هو في الحقيقه هو المسمار ده بنتريتنج كمان، يعني ده محتاج يقصر كمان مللي، وده معمور برونيشن هتلاقي فيه بون تاني دخل تحتيه. فانت دايما بتنقي السكرو اللي بيحقق لك اكتر برومينانس وتقول ان ده البرومينانس الحقيقي. والحقيقه اقول لك تكه
تعرف بيها ان البوزيشن ده هو المظبوط ولا لا للاكس رايز هي انك تحط السكرو هيد على السكرو، السكرو درايفر حطه على راس المسمار، ولما تلاقي السكرو هيد بارلل تو ذا جراوند يبقى انت عارف ان انت في الموست بيربنديكولار فيو للاكس رايز. كل الهدف من هذا الامر هو انك تبعد عن البنتريشن. تاني التكة دي والنبي يا دكتور محمود مصطفى. حاضر. انت هنا في الانكلايند لاترال فيو ده لاترال فيو، بس انت رافع الايد حوالي 20 درجه بمقدار الريديال انكلاينيشن، وبعدين بتقعد تعمل برونيشن. انا عملت برونيشن ثم برونيشن ثم برونيشن، بس المسمار اللي انا حطه هنا، حطه في الـ في الـ في الالنا، هتلاقيه في الديستال ريديوس عند الالنر ستايلويد، هتلاقي السكرو درايفر هنا، وبعدين اما برونيت يبقى لسه السكرو درايفر مش بارل تو ذا جراوند. تبرونيت اكتر هتلاقيه بارل تو ذا جراوند. عندما يكون المسمار بارل تو ذا جراوند يبقى على الدورسال سايد المسمار ده اكتر حته اطول طول المسمار، لان هو كل ما يكون كده والاكس ريز جايه من فوق بيبان اقصر شويه. فانت بتاخد برونيشن سنه بسنه لحد ما ده يعني ده خلاص بنتريتنج، هتلاقي السكرو درايفر بارل تو ذا جراوند هنا، وهنا لما تزود البرونيشن تلاقيه دخل لجوه اكتر، يعني ما ادكش الفول امبريشن ان الفول لينث اوف ذا سكرو، الفول لينث في الصوره اللي في النص. احنا بنحتاج نعمل عكس ده تماما على الراديال سايد. يعني في الراديال سايد بنخلي الايد انكلايند لاترال، وبعدين بنعمل سوباينيشن مش برونيشن. في تكة تانية هنا محتاج اقولها لكم، ان لما بنحط المسمار ده في الاتجاه ده بنحطه اقصر من الطبيعي، لان هو بيبقى في الماكسيمم كونكافيتي اوف ذا فورث كومبارتمنت. اما لما بندايركت المسمار الموست انر سكرو ناحيه الكورنر ده، ناحيه الدورسال كورنر، نقدر نحطه اطول شويه، لان هوريك دلوقتي في السكاي لاين فيو. السكاي لاين فيو ان الكونكافيتي دي هي اقصر حاجه، هي والفلور بتاع الجروف اوف ذا اكستنسر بونشس لونجس. طيب احنا دلوقتي ابتدينا نحط الراديال سكرو. شايف زمان، ما اعرفش حد فيكم فاكر ولا لا، ان كل الشرايح بتاعه الديستال راديوس كان شكلها كده. كنت تلاقي ان الشريحه بتاعه الانر سايد عامله كده، والشريحه عند الراديال سايد عاليه، زي بيسموها اليس بليت. هتلاقي دايما عند الراديال سايد ليها ديستال بروميننس اكتر. دلوقتي الشرايح كلها الاناتوميكال بتحترم الووتر شيد لاين اللي هو عامل كده، فلازم الشريحه تبقى ديستالي بروميننت عند الانر سايد اوف ذا ديستال ريديوس وبروكسيمالي وفي وبروكس وشورتر عند الراديال سايد. احنا دايما لما بنحط بقى الراديال سكرو وي ايم على الايبكس ده، وبنحط اطول حاجه سبورت السبكوندرال بليت ونوتو بنتريت الدورسال كورتكس. شايف المنظر ده اسمه سوباينيشن اوبليك فيو. السكافويد هنا في سوباينيشن اوبليك فيو، والديستال ريديوس ما هياش اي بي، انت كانك مصور اي بي وبعدين عملت شويه برونيشن اديت السوباينيشن اوبليك articulation. وكل ما تعمل وكل ما تصور الصوره دي وانت عامل فلكشن للالبو، كل ما تدي لك صوره اوضح. هوريها لك دلوقتي. هنا ده اللاترال فيو كان المسمار ده بنتريتنج، وبعدين الانكلايند لاترال فيو مبين لك المسمار مش بنتريتنج ولا حاجه. وبعدين تعمل البرونيشن اوبليك، بص في البرونيشن اوبليك يبين لك الانر سكرو ما يبين لكش الريديال سكرو، انما السوباينيشن اوبليك يبين لك ده.
وزي الصوره دي اللي هي بوست اوبراتيف، كل الراديال سايد سكروز في البيست بوزيشن ومش بنتريتنج الراديال كورتكس وسبورتنج الراديال ستايرويد ومفيش روتيشن ولا حاجه. ده اللي كنت بقول لك عليه، ان كل ما تاخد ده السكاي لاين فيو، كل ما تاخد المسمار ان ذيس دايركشن ما بتبقاش في الكونكافيتي اوف ذا فورث كومبارتمنت، انما لو خدته في الدايركشن ده سام تايمز تضطر تاثر السكرو علشان ما يبقاش في الميدل اوف ذا فورث كومبارتمنت. لو اخذت الفيو، لو اخذت السوبينيشن اوبليك فيو، الانكلايند سوبينيشن اوبليك والانكلايند بروشن اوبليك في الراديال سكرو والانر سكرو، بتحتاج بس السكاي لاين فيو از ا كونفيرميشن. والحقيقه لما بنعمل كده ما بتحتاجش خالص ان احنا نريد دايركت سكروز الا نادرا. ف اي سترونجلي ريكومند انك تستخدم الاوبليك فيوز دول، التانجنشال فيوز. هي بمنتهى البساطه انت عايز الاكس راي بيم عمودي على الفراكشر سايد. فاينلي احنا مفيش بيشنت بنعمل له فيكسيشن الا لما بنتست الراديو انر جوينت. لو الراديو انر جوينت لقيناه بعد ما خلصت فيكسيشن للديستال راديوس، لو لقيت يبقى فيكسيشن. لو لقيت الراديو انر جوينت ستيبل يبقى ما بنحتاجش اي حاجه. احنا انا عندي فيري لو تندنسي، فيري لو ثريشولد ان انا اتاك الانر سايد، لان بنفس طريقه التفكير وزي ما هنشوف بعد كده الكولوم ثيوري، انت عارف ان احنا هنا عندنا الراديال كولوم ثم الانترميديت كولوم ثم الانر كولوم. لو انا عندي اثنين كولومز لود كبير على الكولوم الثالث والفيلير بيبقى سيكوينشي، فاول ما الراديال pushing the radius to this direction. ف دكتور مصطفى اخر 30 ثانيه الصوت قطع خالص، ممكن حضرتك تعيدها؟ معلش انا اسف. هو رجع دلوقتي؟ كده كويس. انا كنت بقول ان انا عندي very low threshold ان انا affix the under side of the distal radius the under side of the wrist. يعني لو في distal radius معاها unstable DRUJ I repair the ligament, I fix the under styloid وببروتكت ده بان انا احط وايرز ما بين الراديوس والالنا for 4 to 6 weeks على حسب الفيكسيشن اللي انا عامله، علشان اي فيلير بيحصل على الانر سايد بيحمل على الراديوس اكتر من الطبيعي، لان كلنا عارفين ان لو الديستال راديو انر جوينت حصل له سبلكسيشن او ديسلوكيشن دورسال او فولر هياخد معاه الدورسال بارت اوف ذا سيجمويد نوتش او هياخد معاه الفولر بارت اوف ذا سيجمويد نوتش، وفي نفس الوقت كل ما بتلوز الاتاتشمنت على الانر سايد بيحصل لك لودز اكتر على الراديال سايد. ف والراديال ستايلويد دايما مش ناقص، كل ما بتلوز الكونكشن انرلي بيحمل على الراديال ستايلويد والراديال ستايلويد هو اكتر حاجه بتفيد. فاي انستابيليتي في الانر كولون اي ريكومند فيري ماتش ان احنا نعمل له ريبير. والحقيقه ده هنعمل له يوم لوحده، ده very sophisticated topic الاسوشيتد انجريز مع الديستال راديوس سواء تي اف سي سي ولا سكافول يونيت ولا اي انتر كاربال ليجمنت انجري. اخيرا لما تشوف في السي تي المنظر ده وانت فاتح فولر ومثبت الكسر وعامل كل حاجه، معلش ميك شور ان الاي بي ال از انتاكت. يعني انت شايف هنا المنظر ده هو عباره عن الليستر تيوبلكل مكسور ومفصول من مكانه.
لما بعد ما خلصنا فيكسيشن في الديستال ريجس لقينا هنا في الدورسم في دمبل. الدمبل ده indication of entrapment of something. لما فتحنا لقينا الانر ستايلو الاكستنسور بورشس لونجس داخل جوه الفراكتشر سايت و displacing الليستر ستيوبركل في هذا الدايركشن. فلو لقيت ده في الكورونال كاتس اوف ذا سي تي او لقيت دمبل عند عند الريست بعد ما بتخلص فيكسيشن معلش اوبن سلك الاي بي ال طلعه من الجروف بتاعه سيبه سبكيتينيوس احسن ما تلاقيه بعد اسبوعين ثلاثه اربعه حصل له رابتشر او حصل له انجري. ولو خلصت العمليه ولقيت البيشنت عنده اي مشاكل في الاكستنشن معلش ري اوبن لان موست اوف ذا تندون رابتشرز في الاي بي ال بتحصل في اول 4 ويكس. فممكن تحل بسيمبل انسيجن عشان تعمل فريينج للاي بي ال. واي بيرسونالي هاد ا ترابل مع كونديشن زي كده. وده الكلاسيك سيناريو اللي بتشوفه ان سسبشن في الاكس راي سسبشن في الموشن بعد كده كومبليت رابتشر وبتحتاج تندون ترانسفير وحاجات سوفيستيكيتد اكتر بكتير قوي من سيمبل ريليس سوليوشن. So we recommend sequential screw application the ulnar side first, ثم radial side. Tangential views pronation anatomical inclination for ulnar screws and supination anatomical inclination for radial screws. وبعد كده تعمل dorsal horizon view عشان to confirm إن ما عندكش أي penetration في الvolar side. وده بعد ما بتخلص ما فيش حاجة اسمها X-rays AP lateral. لازم تعمل اكس رايز اي بي ولاترال وسوباينيشن وبرونيشن. كلنا بنعاني بسبب الاكس رايز اللي ما بتتصورش بشكل مظبوط في 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 كل العالم مش 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 في مصر بس. فعود الراديولوجيست اللي انت بتتعامل معاه انه هو يصور لك برونيشن وسوباينيشن اوبليكس لان هما بيوروا حاجات كتير جدا ما بيوريهاش الاي بي واللاترال. طبعا كلنا عارفين الراديوجرافيك بارامترز والله الانكلينيشن عامل ازاي والهايت فين وال والفاريانس عامل ازاي. الحاجات دي كلها احنا بنقيسها ليه وبنستفيد منها ايه؟ الحقيقه في ناس بتشتكي لي بتقول انا مش عارف اقيس لا الفاريانس ولا الهايت ولا الحقيقه ولا انا يعني لما اقول لك النبي قيس لي الانكلينيشن في الكسر ده هتقيسه ازاي؟ قيس لي الفاريانس والله ده الفولر ولا الدورسال ما اعرفش محتاج لاترال عشان اشوف والحته دي ايه مش عارف. طب ما الهيد اوف ذا اولنا اهي وده السنتر اوف ذا سيجمويد نوتش اللي هو ما بين الفولر والدورسال ليب او الدورسال والفولر ليب مش عارف على حسب اللاترال. يبقى دي حاجه اسمها سنتر ريفرنس بوينت يبقى كده ده ان بلس. ان بلس ازاي انت ممكن تعمل سي تي وتلاقيه مش بلس ولا حاجه. اي ميجرمنتس بتحصل على البري ريدكشن اكس رايز هي ميجرز ما هياش اكوريت. معظم الميجرز اللي احنا وي ديبند عليها هي البوست ريدكشن ميجرز. يعني انت بيجي لك بيشنت مكسور انت بتشوف الديسبيسمنت ممكن تلاقيه اوف اندد هتقيس له ايه ده والنبي؟ الاوف اندد او السيفيرلي انجليتد او الفيري كومنيوتد انت بتعلم انك مش قادر تماجر لان ده سيفيرلي انجر. بتعمل له ريدكشن كل البيشنتس بتحط له بتعمل له هيماتوما بلوك او وات ايفر وبتعمل له ريدكشن وبعد الريدكشن يو ميجر الانكلينيشن والهايت والفاريانس وكل الميجرز على البوست ريدكشن اكس رايز. طب ليه بنقيسها مع ان احنا عملنا بوست والله افرض انت عملت له ريدكشن ورجع كل حاجه اناتوميكال عملت له ريدكشن وبعدين حصل له لوس اوف ريدكشن بعدها باسبوعين ثلاثه كل طالما عملت ريدكشن يبقى دي خطوه نمره واحد وهي اصح حاجه. بعد كده العيان من حقه يشاركك في القرار والله انت رجعت اناتوميكال بس احنا وي اكسبكت ان يحصل لك ديسبيسمنت علشان الانيشال ديسبيسمنت بتاعتك كانت كبيره وعندك دورسال كومنيوشن والله الراديال ستالويد ده تحتيه فراغ وانا متاكد ان هو هيديسبيس بعد كده ماشي نتكلم مع البيشنت بس هو دلوقتي اناتوميكال
يبقى من حقه يمشي كونسرفتيف. فانت بتخيره الاثنين، تقول له والله انت قرب ال 90% هتديسبليس تاني، بس يقول لك انا مش عايز اعمل عمليه. فاين، كمل ونعمل اكس ريز بعد 4-5 ايام اسبوع، لقيته بقى حصل له لوس اوف ريدكشن، ده دي ابسولوت انديكيشن اللي انت تقول للبيشنت معلش انت لازم تعمل عمليه. مش عايز تعمل، من حقك برضو، بس مش ده الصح. يبقى علشان ما نتلخبطش، الميجرز كلها على البوست ريدكشن اكس ريز. كلنا عارفين ان 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 في حاجه اسمها فولرتيلتي، والفولرتيلتي دي بتخلي ان ان الفولر بارت اوف ذا ديستال راديوس هو اللي بيبان في الاكس رايز، هو العمودي على الاكس. دي حاجه اسمها كاربال فاسيت هورايزن. دي كاربال فاسيت في النورمال عشان في فولر انكلينيشن بتبان فيري دانس اهي. يبقى ده فولر ليب وده الدورسال ليب. معرفش متشاف ولا هتلاقيه متشاف في رمى الكمبيوترز. يبقى ده فولر وده دورسال. بص بقى الناس اللي عندهم كسر ودورسال ديسبليست هتلاقيه معكوس، هتلاقي ان الدنس فايبر الدنس بون اللي موجود يمثل الدورسال ليب مش الفولر ليب، علشان هو ده العمودي على الاكس راي بيم. فالكاربال فاسات هورايزن في الدورسال ديسبليس ديستال راديوس بيبقى هو فولر ويمثل الدورسال ريم. في اي ديستال راديوس نورمال لما تاخد لاين بارل للفولر كورتكس لازم يبقى فولر للسنتر اوف ذا ليونيت وفولر للسنتر اوف ذا كابيتيت. ما ينفعش ابدا يبقى اليونيت رايحه فولر لهذا اللاين، اللاين ده تانجنت للفولر كورتكس. يبقى اي سبلكسيشن لليونيت او الكابيتيت عن هذا اللاين يبقى انت عندك فيه ترانسليشن للكاربس فولرلي. هنشوف لاين تاني شبهه في ال اهو في الاي بي فيو. بص دي الديستال راديوس، ده الراديال سايد اوف ديستال راديوس وده الالنر سايد اوف ديستال راديوس. لما تاخد لاين بارلل الميتافيسس والدايافيسس والميتافيسس اوف ذا ديستال راديوس على الالنر سايد، اللاين ده ات شود بايسكت ذا ليونيت. مش بايسكت ذا ليونيت، المفروض ان الليونيت الجزء من الليونيت اللي راديال لذيس لاين يبقى اقل من النص الجزء من اليونيت اللي انر تو ذيس لاين، بشرط يكون الثيرد ميتاكاربال بارلل للراديوس. لان انت لو عملت انر ديفيشن كل اليونيت هتروح ان ذيس دايركشن، ولو عملت راديال ديفيشن كل اليونيت هتروح ان ذيس دايركشن. فلازم يكون الثيرد ميتاكاربال بارلل للشافت اوف ذا راديوس علشان اقدر اقول ان احنا مش في انر ولا راديال ديفيشن. طب الكلام ده فايدته ايه؟ الكلام ده فايدته انك لما تثبت كاستر زي اللي انت شايفه قدامك ده، والله شكله لطيف، انكلينيشن حلو ومفيش الفارينس معقول والدنيا شكلها كويس، بس شايف هنا الحته دي مش ستريت زي هنا. طب وايه المشكله؟ مش مهم تبقى ستريت. هو ده اللاين ده ماشي هنا ومعظم اليونيت ان ذيس دايركشن، ده معناه ان البروكسيمال فراجمنت رحلت في انر دايركشن. لما البروكسيمال فراجمنت رحل في انر دايركشن بيخلي فيه لاكستي، المفروض ان هنا في ليجامنت ديستال بارت اوف ذا راديو انر ليجامنت بيبقى ماسك كده اوف ذا راديو انر سينستوس راديو انر اسمه ايه انتروسس ميمبرين، ديستال بارت بتاعه ماسك ان ذيس دايركشن. لما ذيس فراجمنت ترحل ان ذيس دايركشن الليجمنت ده بيبقى لاكس زي ما انتم شايفين، ومهما عملت فيكسيشن للانر ستايلويد او ريبير للتي اف سي سي ممكن تلاقي ديستال راديو انر جوينت لاكس. علشان بس تبقوا فاهمين، في بعض الاستاديز بتقول ان لو انت قاطع التي اف سي سي كومبليتلي ما بيبقاش عندك انستابيلتي الا لو قطعت هذا الليجمنت الديستال بارت اوف ذا انتر اوسيس ميمبرين. ف ذيس از امبورتنت.
اللاند ماركس اللي بنقولها دي انت محتاج تو تشيك في كل بيشنت بتعمل له عمليه علشان ما تبقاش انت السبب في اللاكسيتي اوف ذا ليجمنتس. وهي كلها راديوجرافس، فلو ما فهمتش الراديوجرافس مش هتعرف تفيد البيشنت. طيب يبقى احنا شفنا اللاين البارالل للفولر كورتكس لازم يكون قدام السنتر اوف ذا كابيتيت اند ذا ليونيت، واللاين الثاني اللي على الالنر سايد اوف ذا شافت في الكورونال بلين اللي هو لازم يبايسكت ذا ليونيت بشرط ما تكونش برونيتد ولا سوباينيتد. كلنا عارفين الراديال هايت وكلنا عارفين الالنر فارينس. الراديال هايت هو عباره عن علاقه الالنر هيد بريدل ستايلوي، والالنر فارينس هو عباره عن علاقه الالنر هيد بالسيجمويد نوتش اوف ذا راديوس. يبقى علاقه الالنر بالراديوس سواء النرلي او راديالي. طب هو احنا بنقيس ازاي الهايت؟ احنا بنقيسه دايما في الاي بي فيو، بس الحقيقه لازم يتقاس كمان في اللاترال فيو. ما اعرفش اذا كنت حاطط لكم صوره ولا لا، هشوف دلوقتي. في الاي بي فيو زي ما كلنا متفقين وكلنا شفنا ان في دورسال ليب وفولر ليب، يبقى انا لاين ايه ده يمثل الدورسال ليب ولاين بي يمثل الفولر ليب. احنا بناخد سنترال ريفرنس بوينت، السنترال ريفرنس بوينت سي ار بي اللي هي تمثل سي. بنشوف من النقطه دي ذا ديستال موست بارت اوف ذا النا، يبقى هنا مثلا حوالي 2 مللي، يبقى الفارينس هنا ماينس 2. النورمال بتاعنا هو من بلس 1 الى ماينس 2. اي حاجه اكتر من كده از ابنورمال. طبعا ده كلام ملوش معنى، اي حاجه اكتر من كده ولا اصغر من كده، اي حاجه مختلفه عن الاذر سايد اوف ذا بيشنت، لان احنا اتفقنا هنصور كل بيشنت على ايده السليمه، يبقى اي حاجه ديفرنت على الاذر سايد هي الابنورمال. والانكلينيشن هي علاقه الراديوس بالراديوس، الانر بارت اوف ذا راديوس بالراديال بارت اوف ذا راديوس، فهي ملهاش اي علاقه خالص بالان. هو ده انجيليشن بيحصل، ممكن تلاقي البيشنت عنده شورتنج والانكلينيشن بتاعه سليم، هي اصلت من الالنر سايد قد ما اصلت من الراديال سايد. وده لما هنشوف بعد كده في المار يونايتد ديستال راديوس في لقاءات اخرى، بيبقى علاجه ان انت تاثر الالنر او تطول الراديوس وتحط جرافت، لان انت مش هيبقى عندك اي كونتاكت لا فولر ولا دورس. جميل جدا، احنا كلنا عارفين الفولر تيلت، بس كمان في حاجه ثانيه اسمها ذا تير دروب انجل. بص هنا الفولر تيلت، الفولر كورتكس، انا اسف، الفولر كورتكس عباره عن الشادو المدور ده هو الشادو بتاع ريديال ستايلويد، والشادو البوينتنج ده اللي هو عامل يو شيبت شادو هو عباره عن ذا موست انر بارت اوف ذا ديستال راديوس. اهو مش عارف هيبقى باين هنا ولا لا. ده انت لما تصور لاترال فيو هتلاقي دايما الحته دي اللي مدوره بتاعه الديستال ريدي بتاعه الريديال ستايلويد، لما الحته البروميننت دي اللي مش سبورتد ذا موست فولر بارت اوف ذا ليونيت فاسات هي اللي بتعمل التير دروب فراجمنت، ودي هنشوفها بعد كده في الاكزامبل اللي هجيبه لكم. بس دايما افتكر انها شكلها يو شيبد، ما بتبانش في اللاترال فيو قوي، بتحتاج تعمل سنه سوباينيشن علشان تشوفها، هوريها لكم. ولما بتاخد لاين بارال للشافت اوف ذا راديوس ولاين في السنتر بتاع التير دروب فراجمنت، بتلاقي في انجل، الانجل دي حوالي 70 درجه، الانجل دي لو قلت معناها التير دروب فراجمنت دي قلبت كده، ولو زادت معناها انها قلبت كده. الحقيقه لما هوريك دلوقتي، لما بتلاقيها ديسبليست بس الانجل دي متحافظ عليها، ده معناها انها حاصل شير فراكتشر، اما لو لقيتها روتيتد معناها ان حصل لك كومبريشن فراكتشر. اهي في المنظر ده، بص هنا ادي اليونيت اهي عملت بوشنج للتير دروب فراجمنت، فالانجل دي سليمه، هي الريد لاين ده مرسوم شويه مش في السنتر، المفروض في السنتر يبقى بارلل للارتيكولار سيرفيس، بيبقى في الدايركشن ده، فدي تديك انجل حوالي 70 درجه.
انما هنا بص الانجل قلت ازاي عشان التير دروب فراجمنت حصل لها روتيشن. بيحصل روتيشن كده نتيجه التراكشن اللي حصل من اللونج راديو يونيت ليجمنت على التير دروب فراجمنت فحصل لها الروتيشن. وهنشوف دلوقتي ازاي ممكن نصلحها. اخر بارامتر الاي بي ديستانس، لما تاخد الدورسال ليب ديستال ريديس بولر ليب ديستال ريديس لازم يكون الاي بي ديستانس زي بالظبط الاي بي ديستانس اوف ذا يونيت. فلو انت شايف حتى لو في اللاترال فيو ان الريديس اعرضت الاي بي دايامتر بتاعها بقى اطول من الطبيعي، ده معناها ان انت عندك جاب انتر ارتكولر، والجاب ده مش كومبرست. باك تو بيزكس، ال الحقيقه ديستال ريديس الاركيتكتشر بتاعها عبقري كما هو كل باقي الجسم، وبتتجلى العبقريه هنا في ان بيبقى فيه كذا لاير من الدنس كورتيكال بون بيعملوا حاجه اسمها ليف سبرينج ايفكت. ليف سبرينج ايفكت عامل زي مش عارف بيسموها ايه، الحاجه بتشيل العجل بتاع العربيه، بتتحمل الصدمات بشكل معين، بحيث ان كل بتحول كل الكومبريشن لودز، بتحول كل الشيرنج لودز الى كومبريشن لودز، فتحمل اللودز دي على الاي بيمز الموجوده، والاي بيمز دي مترتبه بشكل جوثيك ارش زي الحاجات القديمه. فاي حاجه فيها شير ستريسز تتحول الى كومبريشن، والكومبريشن ده يتوزع سيكوينشال على الميتافيسس لحد ما يوصل للشافت. فكل شيرنج ستريسز بتتحول الى كومبريشن ستريسز. طبعا لازم كلنا نلاحظ ان ده الفولر سايد اوف ذا ديستال ريديوس، وان الحته دي مش سبورتد، الحته دي هي اللي تمثل التير دروب فراجمنت، هي اللي تمثل الفولر بارت اوف ذا يونيت فاسات، هي اللي تمثل حاجه اسمها ده كريتيكال كورنر، هي اللي تمثل حاجه لو اتكسرت وما عملنالهاش سبورت مفيش حاجه هتسبورتد، وهي اللي توري لك برضو شايف هنا قد ايه هي دانس، بس عند الراديال سايد هي فاضيه، هنا فيري دانس وهنا فاضيه، علشان كده اول حاجه بتفيل هي الراديال سايد. كل الميتافيسس بيمثل حاجه اسمها ساندويتش بانل. الساندويتش بانل ده بيبقى حتى لو الماتيريال المصنوعه بيها ماتيريال ضعيفه او خفيفه زي كانسيلس بون زي الفايبر كاربون، لما بتملاها بحشو معين بيدي ميكانيكال سترينث اكبر بكتير قوي من كل كومبوننت لوحده. فالساندويتش بانل ايفكت بتاع الميتافيسس بيخلي الديستال ريديس تتحمل لودز كبيره جدا، زي الناس اللي بتقف على ايديها وتتحمل على ايديها وتتحمل ستريسز كبيره جدا. طبعا دي البايوميكانكس بتاعه الديستال ريديس، وهي متشابهه جدا بالجوثيك ارش الرومان القديمه، ومتشابهه جدا بالهانجنج بريدجز اللي بتحول كل اللود اللي بيحصل الى كومبريشن لودز على الاي بيمز، ثم كومبريشن ده ينتقل بالارشنج اركيتكتشر ده لحد ما يوصل لفيري سترونج شافت. كلنا عارفين ان الديستال ريديوس وده عشان هيبقى ليه ابلكيشنز بعد كده، ان الديستال ريديوس بتدي فولر كاربال ليجمنتس وبتدي دورسال كاربال ليجمنتس. الفولر كاربال ليجمنتس هما بالترتيب راديوس كافو كابيتيت ليجمنت، لونج راديو ليونيت، شورت راديو ليونيت، النو ليونيت، النو ترايكويترو كابيتيت، والنو ترايكويترو هاميت ليجمنتس. زي ما انتم شايفين كده ان كل حته في الديستال ريديوس متديه ليجمنت، الا يعني حتى ده الدورسال راديو كاربال ليجمنت بادئ من الراديال السالود ومتجه ناحيه الترايكويترم. ايه الحته اللي مش ماسك فيها ليجمنتس؟ الحته اللي مش ماسك فيها ليجمنتس هي دي 6 فيس اريا اللي هي الباد او الفلور بتاع الاكستنسور كاربي راديالس لونجس وبريفس، دول مش ماسك فيهم اي حاجه. الجزء ده السيجمويد نوتش
انت الدورسال بارت ماسك فيه دورسال راديو انر ليجمنت والفولر بارت ماسك فيه الفولر راديو انر ليجمنت، انما ديس بارت مش ماسك فيه حاجه. ما بين اللونج راديو يونيت والشورت راديو يونيت ما فيش اي ليجمنتس اتاتش. الليجمنتس بتدي ميكانيكال سترينث للديستال راديوس، ولذلك الكسور لما بتحصل في الديستال راديوس بتحصل فيها بالذات في الدايركشنز دي. مش احنا قلنا انها تتكسر من هنا ما بين الاسكافولد فوسه واليونيت فوسه، واليونيت فوسه ساعات تتقسم نصين. لا، الكسور بقى معظمها بيحصل في الدايركشن ده. الراديال ستايلويد بيتكسر من دورسال بس راديال، ودايما الفراكشر سايت او معظم الفراكشر بلاش دايما معظم الفراكشر لاين بيتجه الى النر فولر عشان يخرج من هذه الاريا. والكسور اللي بتحصل في اليونيت فوسه بتبقى في النص وتكمل بهذه الطريقه. طبعا في اكسبشنز، انت ممكن الوول ده كله يتكسر، ممكن الريم ده كله يتكسر لوحده، ممكن الريم ده كله يتكسر لوحده كانه ايفولشن اوف ذا شورت راديو يونيت وايفولشن اوف ذا دورسال راديو كاربال ليجمنت، ويتفضل لك بليت في النص زي ما هنشوف بعد كده ذا ميد اوف كلاسيفيكيشن البيز اللي حصل عليها الاساس للفراجمنت سبيسيفيك فيكسيشن. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان تاخد بالك ما تجيش لما تحط دورسال بليت هنا عشان تثبت راديال ستايلويد تحطه تحت السكند كومبارتمنت وتحط مسامير كده في الدايركشن ده وفي الاخر تقول لي اصلها فلتت. لا، لازم عشان تثبت راديال ستايلويد يبقى البليت بتاعتك هنا، تبقى في الباد بتاعه الفيرست كومبارتمنت عشان تعرف تمسك مسامرك ان ذيس بيج فراجمنت. ما يبقاش المسامير بتاعتك بارالل فراكشر سايد الا لو انت شايف في الاكسيال كاتس انها المسامير هتبقى عموديه انف، انما واتس كومن از كومن. يبقى احنا المنظر ده علشان يوري لك الفراكشر لاينز بتمشي فين. والفراكشر لاينز لما بتمشي ابسط حاجه التو بارتس فراكشر، تو بارتس فراكشر ممكن يبقى ماشي ما بين الاسكافويد فوسه والينيت فوسه اللي هو كانه انترميديت كولوم فراكشر، كانك اليونيت فوسه حصل لها ديبريشن او حصل لها شيرنج ستريسز، او راديال ستايلويد اوبليك فراكشر زي ما انا شرحته لكم دلوقتي، او دورسال انر كومبوننت او فولر انر كومبوننت، وده بنسميه ذا كريتيكال كورنر اللي هو ما فيش اي حاجه بتسبورت. هو ده يمثل ذا التير دروب فراجمنت، او الفولر كورونال فراكشر اللي كلنا عارفينه باسم فولر بارت. يبقى دول اشهر تو بارتس فراجمنتس ممكن تيجي في الديستال راديوس. طبعا لو الايد انكلايند ناحيه النر ديفيشن بيبقى كل الحمل على اليونيت فوسه، ولو انكلايند ناحيه راديال ديفيشن بيبقى كل الحمل على الاسكافويد فوسه. ده اللي يفسر ليه ممكن اشمعنى الراديال ستايلويد يتكسر واشمعنى النر ستايلويد يتكسر. بس تيك كير في التو بارتس فراكتشرز هي اكتر حاجه مصحوبه ب ب ب ب انتر كاربال ليجمنت انجريز. يعني ازاي الراديال ستايلويد تتكسر عشان الاسكافويد ضغطت عليها والجاب اللي ما بين الاسكافويد واليونيت ما يوسعش. فيري لايبل اكتر من 30% ممكن تلاقي انجري للسكافولد ليجمنت. يمكن وي ار لاكي ان ما بنصادفش حاجات زي كده كتير، لان معظمها ممكن بتبقى بارشال انجريز مش كومبليت انجريز. بس البارشال انجريز ممكن تكمل وتوصل لكومبليت ليتر اون. فجست كيب ان مايند اف يو سسبكت سكافولد وايدنينج لازم انك تعمل له بيننج، علاجه سهل جدا في الاكيوت ستيج. والحقيقه if you don't suspect it you will never see it. وكذلك في الداي بانش فراكتشر لازم تسسبكت widening في الاسكافولد يونيت. بس مش ده الموست كومن مود اوف انجري. الموست كومن مود اوف انجري هو الناس اللي بيقع على ايده وهي اكستندد فولن اوت ستريتشد هاند، فايده اليونيت بيحصل لها اكستنشن. لما بيحصل لها اكستنشن بيحصل ستريتشنج لل الشورت راديو يونيت ليجمنت. لما يحصل ستريتشنج للشورت راديو يونيت ليجمنت يحول ال 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 ال
الستريسز الى كومبريشن ستريسز، والكومبريشن ستريسز بتقع بالدورسال بارت اوف ذا اليونيت تكسر التير دروب فراجمنت والكاستر يبروباجيت ان ذيس دايركشن. ف وي فيل اندر شير ستريسز. بص هنا حصل فيلير، شير فيلير، مجرد بس باترس بليت يكفيه. بس انت ممكن تحط الباترس بليت ويبقى عندك كومنيوشن ديستال ليها وتلاقي حصل سبلكسيشن لليونيت فولرلي، والفراجمنت دي بقت معلقه على الفولر بورت اوف ذا بليت. ف وده اكتر حاجه ممكن يحصل لك منها مشاكل، وهوريك بعد كده اكزامبل ازاي تاخد بالك منها. وده الاساس اللي طلع عليه كل البليتس اللي بتتحط على التير دروب فراجمنت. وزي ما انت شايف هنا في السي تي ده مكان ماسكه الشورت راديو يونيت، شورت راديو يونيت ليجمنت، وانك مجرد ما تحط البين بليت دي طبعا مش عند ناس كتير، وانا عمري ما استخدمتها، بس انا هوريك سمبل ميثودز لفيكسينج ات. احنا هنختم، مش هنختم قوي يعني، باكزامبل لبايلاترال فراكتشر ديستال راديوس. البيشنت ده عنده 28 سنه، هو جالنا مكسور على ناحيتين ليفت والرايت سايد، بس هو بيقول لك انا وقعت على ايدي دي من سنتين واتجبست اللي هي الرايت سايد. والحقيقه باين حتى من الانيشال اكس رايز ان فيها الريجولار ارتيكولار سيرفيس وسسبيشس سكافول يونيت كده شكله واسع اوسع من الطبيعي، والانر ستالويد مكسور. فهنا دي ريسنت فراكتشر على حاجه كانت مكسوره قبل كده. هو هي ديدنت ريبورت ان ايده كانت معوجه ولا فيها مشاكل، بس كان مكسوره قبل كده. هيز دوينج فاين بيها. هي ديدنت منشن كان فيها اي ديفيشن ولا، احنا ما عندناش اي ايفيدنس او اي ريكوردز تجيب لنا الاشعاعات القديمه، فاحنا بنتعامل مع حاجه ملهاش ريفرنس. طب الليفت سايد، احنا دايما بنصور الاذر سايد عشان نشوف هنرجع الليفت سايد ازاي. طب حد يعرف يقيس لي الراديال انكلينيشن ان ذيس اكس رايز؟ حد يعرف يقول لي والله الراديال هايت عامله ازاي؟ الحقيقه لا، احنا بنتعامل مع دول بعد ما نعمل ريدكشن زي ما اتفقنا. يبقى ادي الرايت سايد واللاترال فيو بتاعه، ده اللي كان مكسور قبل كده، وادي الاكس رايز. خد بالك، فاكر لما قلت لك ان ممكن البروكسيمال فراجمنت تبقى رايحه ان ذيس دايركشن؟ خد لاين كده من هنا لحد تحت، اللاين ده احنا قلنا لازم نص اليونيت اتليست يبقى انر لي. ده معناه ان الفراجمنت دي ديسبليست جدا الناحيه دي، وده معناه ان الليجمنت هنا هيبقى فيري لاكس، وده معناه ان احنا لازم نرجع دي كويس قوي الناحيه دي علشان يشد الليجمنت ديستال بارت اوف ذا انتر اوسس ميمبرين، عشان يقاد للاستابيليتي اللي هنا، لان احنا كمان عندنا كسر في الريجل ستايلويد. بس ابارنتلي شكل الانترا ارتيكولار كومبوننت شكله قديم، شكل الحاجه زي ما كانت مكسوره قبل كده. لا، ده فيها والله كاسر جديد في الكورونال بلين باين، وسوري في الساجيتال بلين باين، وفي الكورونال بلين كمان. خلاص احنا عرفنا اللي احنا محتاجين نثبته. في الليفت سايد ده الاي بي وده اللاترال فيو. بص هنا ايه بنسمي دي؟ ايه تير دروب فراجمنت. تير دروب فراجمنت، بص لما تاخد لاين كده، اللاين ده في نص التي دروب فراجمنت هتلاقيه اقل بكتير قوي من ال 70 درجه اللي المفروض يكون عليها. يعني دي معناها انها دورسال ديسبليسد، معناها ان احنا لازم التي دروب فراجمنت نخليها تعمل كده. وادي الاكس رايز اللي حصل اللي عليها الانيشال ريدكشن، ولسه برضه التي دروب فراجمنت لفه زي ما هي، ودي عشان هي متصوره ديد لاترال. طب البروميننس ده ايه؟ البروميننس ده الشادو بتاع الراديال ستايلويد، وده التير دروب فراجمنت. تقدر هنا بقى تقيس الانكلينيشن عامل ازاي، والفارينس اخباره ايه والله، والهايت من هنا لحد هنا، تقدر تقيس هذا الكلام وتقول ده الانيشال
البوست ريدكشن اكس رايز كانت كذا، ولو سبته اسبوع ولا 10 ايام ولقيت الكلام ده حصل له ديسبيسمنت يبقى لازم تعمل له فيكسيشن. بس لا، هنا مش نقدر نعمل كده، عشان هنا عارفين التير دروب فراجمنت دي لفه، مش البارامترز الوحيده هي الانكلينيشن والهايت والفاريانس والفولاتيلت، لا عندنا بارامترز اخرى لازم تو كونسيدر. والسي تي موضح ان التير دروب فراجمنت الكسر بتاعها وبادئ من اول ووتر شيد لاين وحصل له ديسبيسمنت زي ما احنا سسبكتد. احنا الحقيقه وي الكتد ان احنا نشتغل البيشنت ده بتو تيمز في نفس الوقت، الايد اليمين والايد الشمال. ثانكس فور ماي اسيستنس والليفت سايد هوريها لكم الاول ازاي تكنترول التي دروب فراجمنت. بص هنا احنا فتحنا فولر ابروتش. الفولر ابروتش ده فلكسور كاربريا ديالس، انت بتريفلكتد هتلاقي الاف بي ال، هتاخد الاف بي ال برضه ناحيه الانر سايد وتقطع البرونيتر كوادريتس وتلاقي الفولر فراجمنت اهي، وده الفراكتشر لاين بالظبط عند الووتر شيد لاين. احنا هنا دخلنا اثنين كي وايرز، الاثنين كي وايرز دول عدلنا بيهم التير دروب فراجمنت وبعدين تنيناهم على نفسهم كانك بتعمل الواير بليت اللي انت شفت صورتها من شويه. لما بتتنيهم على نفسهم بعدين تحط شريحه عليها دي بتشتغل كباترس للتير دروب فراجمنت وبتمسكها كويس جدا. ودي بابليكيشن بتاعت امي مور، والحقيقه اتس ا فيري سمارت ايديا. احنا كمان زودنا عليها ان احنا حطينا الفولر بليت اللي ليها كمان فولر ريم اكستنت علشان ناخد غرز في الفولر كبسول ونعديهم في الاخرام بتاعت البليت علشان حتى الوايرز والبليت نايم عليها يبقى ما فيش ستريسز وقع على ال الفولر فراجمنت وما يحصلهاش ريديسبيسمنت ليتر اون. احنا طبعا زي ما اتفقنا ان ما فيش اي مره بنعمل فيها فيكسيشن الا لما بنتست الدي ار يو جي ستابيليتي بالبلوتمنت في السوباينيشن وبرونيشن والميد بوزيشن، نتاكد ان ما فيش موبيليتي اكتر من الطبيعي. طبعا هنا ما عندناش اذر سايد نكمبير بيه، بس طالما في فيرم اند بوينت وي دونت نيد تو كومبير. ما تنساش تصور البرونيشن اوبليك فيو والسوباينيشن اوبليك فيو عشان تتاكد من اطوال المسامير. اتس روتين. والسكاي لاين فيو ادي موري لك، ادي الهيد اوف ذا النا والفيشر الموجود ده مكان الاي بي ال، وده الراديال سايد مفيش بنتريشن هنا ولا في بنتريشن للفورث كومبورت. بالنسبه للرايت سايد عملنا فيه نفس اللي عملناه في الليفت سايد. احنا بنحاول نصلح البالمر تيلت، بس واحنا بنصلح البالمر تيلت زي ما انت شايف هنا كده ابتدى يظهر لك جاب في الميتافيسس. جاب في الميتافيسس ده عشان هي اصلا كانت مال يونايتد في دورسال اكستنشن، فكل ما تصلح الهايت يحصل جاب. بس ما يضرش لو عندك جاب صغير في الميتافيسس هيحصل له هيلينج. وهنا الفراجمنت حطينا فيها واير وعدينا الواير ده الناحيه الثانيه وحاولنا نقلبها علشان تساعد في ان كل حاجه ترجع لطبيعتها قد ما نقدر. وبعد ما صلحت الالاينمنت وزقينا البروكسيمال بورت اوف ذا فراكتشر تو ذا راديال سايد، عملنا فيكسيشن بالبليت وصورنا الاوبليكس وتاكدنا ان مفيش اي مسامير بنتريتنج. This is very important. The corner of the fish. DRUJ instability. هو اصلا كان عنده prominence من الكسر القديم، بس DRUJ is stable. خد بالك هنا، فاكرين لما قلنا ان بيحصل failure بدايه من الراديال سايد زي ما انتم شايفين هنا. ما ينفعش تمسك الراديال سايد بسكرو واحد، ولذلك
احنا سيبنا ال احنا سيبنا الواير ده وما شلناهوش لمدة 4 ل6 أسابيع علشان مسمار لوحده مش كفاية. طبعا في شرائح كتير جدا وحديثة جدا، بس كل شريحة لازم تستخدم فيها الشيء المناسب. يعني this plate configuration بيديلك مسمار واحد in this direction، فلما يكون ال radial stylo fragment صغيرة ما ينفعش أبدا تستخدم المسمار ده لوحده، otherwise ما تزعلش لما يحصل re-displacement. طبعا بعد ما عملنا تيستنج للدي ار او جي ولقيناه ستيبل، يبقى الاندر ستايلويد فراجمنت دي وي ويل دو نوثينج. احنا ما بنثبتش اندر ستايلويد او تي اف سي سي الا لو كلينيكالي لقينا فيه دي ار او جي انستابيليتي مع الفيكسيشن. احنا هنا زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا كنا سسبكتنج ان السكافول يونيت ليجامنت ان ذيس بيشنت يكون واسع، بس الحقيقه لما صورنا الاذر سايد هو عنده نفس الديستنس. فطالما الديستنس الموجود في اللفت سايد زي الرايت سايد، لما تسسبكت سكافولد ليجمنت انجري يا تعمل سكوب يا تكومبير بالاذر سايد. كومباريزن بالاذر سايد از فاين، بس سكوب از ماتش كونفيرماتوري. يبقى الاكزامبل اللي فات ده احنا استفدنا منه ان sometimes انت بتتزنق بقاش عندك الريفرنس بوينت بتاعك. لما بتكوركت اي فراكتشر ما تعتمدش ابدا على ان البليت هتثبت كل حاجه، انت تبقى فاهم البليت دي انف ولا مش انف، ريديال ستالويد ده مش انف الفيكسيشن بتاعه، حط واير معاه. لازم تاخد بالك من كل الاستراكشرز is associated injuries. DRUJ لازم تتست بعد ما تثبت سواء right side ولا left side. لازم تبص على intercarpal ligaments طالما عندك comminuted distal radius او radial styloid لوحده او die punch fragment لوحده، يبقى لازم تسسبكت scapholunate. Uniterocutural ligament injury واي مشاكل في الانر سايد is very likely to happen بنسب اكتر من 34-35%. ف الحمد لله ان معظمها it heals by itself، فده اللي بيخلينا حتى مع الاناتوميكال ريدكشن لكل حاجه وي ادفوكيت ذا يوز اوف ارثروسكوب، او انك تعمل ريستنج اوف ذا جوينت. يعني ما تستعجلش في انك تعمل موبيلايزيشن بدري، جبس البيشنت 3 4 اسابيع 5 6 مش مشكله، بس مش اباف لحد ما التيشوز يحصل لها ريستنج وهيلينج، ثم ابدا جنتل مانيبيوليشن. لو فكيت الجبس بدري بعد اسبوعين وحركت البيشنت ولقيته الحركه بتاعته صعبه وايده مورمه وايده صعبه، جبسه تاني وخليه يفوكس الفيزيكال ثيرابي بتاعه للفينجر موشن مش للريست موشن لحد ما يحصل هيلينج اوف ذا سوفت تيشوز. ما تستعجلش في الموبيلايزيشن بتاع السوفت تيشوز. مش عايز اغلس عليكم واقول لكم ان ما لازم تصور جوينت ابوف وجوينت بلو، كلكم زهقتوا من هذا الامر، بس انت عمرك ما هتحس بهذا الكلام غير لما بعد ما تثبت ديستال ريديس شبه الطهره دي تلاقي انها مكسوره كاسر تاني فوق، ولا الالبو از ديسلوكيتد، ولا عمال سامع خرفشه ويطلع الله ده الهيد ريديس بتاعت مكسوره. فجوينت ابوف جوينت بلو انا مش هوصيكم. انتوا عارفين الاي او كلاسيفيكيشن احسن مني، هي اتس ا فيري جود ديسكريبتيف كلاسيفيكيشن. اهم حاجه في الاي او كلاسيفيكيشن انت دايما بتدور على البارت السليم مع الميتافيسيس اللي ممكن تبني عليه الريدكشن. ف البرنسبل بتاعت الاي او هي المتبعه في كل شيء. انت لازم تعمل اناتوميكال ريدكشن طالما ارتيكولار فراكتشر، لازم تعمل الاينمنت اوف ذا ميتافيسيس على الشافت، لازم ريستوريشن للهايت لللينث alignment وروتيشن. حتى لما بيبقى عندك a C shape type complete articular type انت you build up على انه حاجه ممكن ترجعها احسن عشان تبقى هي او اسهل عشان تبقى هي البريدج اللي بيحصل له اللي بتبيلد اب عليه كل الريدكشن بتاعك. ميلوني كلاسيفيكيشن هو زي ما شرحنا من شويه، انت
مش محتاجة حفظ، هي خلاص احنا فاهمين هي ليه بتتكسر في الحتت دي، احنا عارفين البوينتس دي هي اللي ضعيفة اللي مش ماسك فيها ليجمنتس، فهي الحتت دي اللي ضعيفة فدي اللي بتتكسر. كتر خيره هو اول واحد لفت نظر الى ان دول المين فراجمنتس اللي بيحصلوا، بس ما he didn't provide explanation لحد ما جريج بين من استراليا described هذا الكلاسيفيكيشن. دي 3 كولن ثيوري اللي قلنا عليها من شويه، ريكلي اند ريجازوني اي ثينك ذي ار تركيش تركيش بابليكيشن، وقسمت الكولمز الى النر وانترميديت وراديال كولمز، واخذناها كده باي ديفولت. لو في 2 كولمز مكسورين يبقى انت محتاج تعمل فيكسيشن، لو واحد بس ممكن ما تعملش. الحقيقه ده it doesn't help في الثينكينج خالص. لو اي حاجه مكسوره مش راجعه اناتوميكال، طالما هي انتر ارتيكولار محتاجه يا ترجع بكاست يا ما رجعتش بكاست وتمنتين، محتاجه فيكسيشن سواء ببليت ولا واير ولا فيكسيتر ولا وات ايفر. مهم البرنسبلز بتاعت الاي او، اناتوميكال ريدكشن، ريستوريشن اوف الاينمنت لينث اند روتيشن، و والايرلي موبيلايزيشن. مادوف زي ما قلنا قبل كده هو اول واحد عمل الـ principles of fragment specific fixation. برضو احنا هي بتتبع نفس الـ principles. احنا اتكلمنا كل اللي اتكلمنا فيه على الفولر plate fixation علشان هي محتاجة very special attention. مش معنى كده ان انا بعمل كل الحالات فولر، مش معنى كده ان حل كل حاجة فولر، لا. دورسال بليتس ليهم دور، مفيش وقت نتكلم عنهم. الفراجمنت سبيسيفيك فيكسيشن ليه دور، وهو هو نفس الكلام بتاع الدورسال بليت فيكسيشن، بس مفيش حل سحري لكل حاجه. ليتر اون ان شاء الله اقول لكم التيبس اند تريكس دورسال بليتس، بس ربنا يسهلها. انا بحب جدا فرنانديز كلاسيفيكيشن لانها اتس ا ميكانيستك كلاسيفيكيشن. اما تقول ان عندي بيندنج فراكتشر، انا عارف كويس قوي ان انا عندي في تنشن سايد وعندي كومبريشن سايد. الله، ده انا هحط الكاس، هحط البليت عند ادي ده التنشن سايد اهو، وادي الكومبريشن سايد، احط البليت هنا علشان ازق الحته اللي كومبرست وسبورتد، والتنشن سايد ده يبقى زي الفل، ويبقى في ستريسز قليله على البليت. بس ده بيخلينا نحط معظم البليتس بتاعتنا دورسال، والدورسال بليتس بتعمل اريتيشن للتندنز، فده مش ماشي مع التفكير، خصوصا بعد ظهور اللوكت بليتس. فده الاكسبشن الوحيد لهذا البرنسبل. بس انا عارف ان باندنج محتاجه جود فيكسيشن عشان تو نيوترلايز ذا تنشن فورسز وان سبورت الكومبريشن سايد. Shearing stresses انا عارف ان buttressing هيبقى enough. Compression يبقى احنا عارفين ان ده النوع الوحيد اللي ينفع فيه distraction، بس المهم يكون مع distraction في anatomical reduction. Evulsion fracture ده هتلاقي الليجمنتس اللي اتكلمنا عليها من شويه، كل ليجمنت خد حته عظمه وايفولس بيها، وده ما ينفعش فيه خالص انك تعمل distraction. Sometimes بيبقى عندك فولر راديو كاربر ديسلوكيشن، تيجي تحط فيكسيتر او تحط اي نوع من الفيكسيشن، تلاقي نفسك محتاج تعمل كومبريشن عشان الكسر يرجع. هتفتكر كلامي ده وانت بتعمل ريدال ستايلويد في مره، وتلاقي انك كل ما تعمل ديستراكشن الكسر بينط من مكانه، او ما تعمل ريدال ديفيشن وفلكشن يرجع مكانه، عشان ده مكسور اصلا في ايفولشن تايب. طبعا الكومبايند از كومبايند، و لطيف في الفرنانديز كلاسيفيكيشن انها اتس ا ميكانيستك كلاسيفيكيشن، فبتدي لك ايديا هثبت ازاي، وده الدروينج بتاعها الاول. كلنا عارفين الكولز والبارتون والدورسال بارتون والفولر بارتون والسميث، كلها اسامي مرادفات للحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. الاكسبتبل ريدكشن كريتيريا الحقيقه it does not help. انت عندك patient وعملت له reduction، والreduction بتاعه زي الفل، وعايز يثبت ايده عشان يحركها بدري، ده indication.
انت عملت ريدكشن ومش راجع ولا حاجه من دول خالص والبيشنت مش عايز يعمل فيكسيشن، هو من حقه. هي القضيه كلها دي اونلي ابسولوت انديكيشن للفيكسيشن هو ان يلوس الريدكشن بتاعه. بس انت الريدكشن كريتيريا دي انت بتشوفها فتنبه البيشنت، بتبقى هيلب ليك انك تبقى عارف ايه اللي محتاج سيرجري وايه اللي مش محتاج. تنبه البيشنت ان دي لو مش موجوده هتاثر على الـ الـ الشكل والوظيفه. الحقيقه اللي احنا متاكدين منه انها هتاثر على الشكل، بس هل هتاثر على الوظيفه ولا لا؟ الكلام بتاع زمان انها مش هتاثر، الكلام بتاع دلوقتي الحقيقه اي loss of alignment بيأثر على الوظيفه بشكل ما، لان الديماندز بتاعت الناس بقت اعلى بكتير جدا 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 من ان مجرد يحمل عليها تحميل خفيف او يبقى راجل لو ديماند. لا، انت تتعامل مع كل بيشنت ان هو محتاج الفول باور بتاعته. 15 ديجري انكلينيشن، اقل من 5 مللي شورتنج. صراحه ممكن 2 مللي شورتنج يعملوا لك اندر سايد ريست بين وتبقى بيبقى البيشنت مش طايق نفسه. ممكن اقل من 2 مللي ستيب اوف ويبقى البيشنت از انكشس ويخش في بوست روماتيك ارثرايتس، وانت ما عندكش غير 2 مللي بس او اقل من ارتكيولار ستيب اوف. لان وممكن واحد تاني عنده جاب 4 مللي وما عندوش اي سيمتومز. ف we manage symptoms we advise the patient in احنا هنا مش reduced anatomical، انت ممكن تتاثر في الفانكشن. لو موافقك في هذا الامر يبقى الصح ان احنا نرجع كل حاجه anatomical reduction restoration of height of اسمه ايه alignment length and rotation. لو عايز تكونسيرف على البيشنت، انا فيري كونسيرفتيف، بمانج عيانين كونسيرفتيف كتير جدا. بس لو تسمح، في فرق كبير جدا ما بين الكونسيرفتيف مانجمنت والسوبرفايز نيجلكت. ده اما يبقى بيشنت بالمنظر ده وبعدين يخش لك لحد ما يوصل لهذا البتاع اندر يور سوبرفيجن، ذيس از نيجلكت. فبليز خد بالك من حاجات زي كده. ولما تعالج patient conservatively لو تسمح، اما اما تعمل casting ويحصل له redisplacement ما تعملش recasting again. redisplacement ما بيرجعش recasting. معظم patients طالما حصل له displacement once هيdisplace تاني. ف redisplacement is an indication for surgery. دي بدايه طريق. فاحنا ازاي بنفكر في الديستال راديوس؟ الديستال راديوس محتاجه ايجز علشان نتكلم. احنا يمكن يكون في تيبس اند تريكس تاني بارت 2 تو كونتينيو فيها الدورسال بليتنج والاذر ويز اوف فيكسيشن. الاسوشيتد انجريز of distal radius structures زي DRUJ و how we deal with it, intercarpal ligament injuries أو حاجات تانية later on complications زي tendon ruptures و dealing معها هيبقى عامل ازاي. شكرا جدا. طيب هل ال external fixation يا بيه حضرتك external fixator ممكن حضرتك تستخدمه الأول وبعد كده تعمل بليتنج ولا مالوش رول يعني ولا ليه رول في بعض الكسور؟ الاكسترنال فيكسيتورز الاكسترنال فيكسيشن والبركتينيوس فيكسيشن ممكن تستخدمهم قبل الابروتش كميثود اوف ريدكشن، وممكن تسيبهم بعد ما تخلص العمليه، وممكن تخليهم ديفينيت مانجمنت. الحقيقه مفيش there is no right answer. هل انت عايز تحط فيكسيتر ولا عايز تحط بينز بس ولا عايز تحط دورسال بليتس؟ انت حر، بس حقق الاناتوميكال ريدكشن. ال external fixator بلس spanning بليتس بلس وايرز بيحققوا نتائج مذهله في اخر اللي هو الفرنانديز
كلاسيفيكيشن ميكانيستيك كلاسيفيكيشن اللي هو ميكس ما بين كومبريشن وشير وايفولشن انجريز، يبقى احسن حاجه ليها انك تحط سبانينج بليت او اكسترنال فيكسيتور مع مينيمال مانيبيليشن بالبينز، وبتدي نتائج كويسه جدا. بس انا مش بقدر استخدمهم، انا عندي اكزامبلز كتير جدا لمشاكل بتحصل مع الاكسترنال فيكسيتور سبيشالي السي ار بي اس، خصوصا ان احنا من زمان بشد عنيف جدا. فاي ريكومند لو انت بتحب تعمل فيكسيتر او سبانينج بليت انك ان التراكشن بتاعك ما يبقاش تو ذا ماكسيمم، التراكشن يبقى موسع راديو كاربل ارتكل. المره الجايه هجيب لكم صور للاوضاع دي واوريك قد ايه التراكشن ممكن يخلي الليجمنتس يحصل لها لوس اوف فيسكو الاستيك بروبابيليتي بروبرتي بتاعتها من كتر التراكشن ما بيحصل عليها. ففيكسيتر ووايرز از ميثودز اوف بريليمينري فيكسيشن اي ريكومند ا لوت، از ا ميثود اوف ديفينيتيف فيكسيشن استخدمهم بحرص شديد ان انا افويد الكومبليكيشنز بتاعتهم، واستخدامهم بحاول قدر الامكان يبقى اقل من 4 ويكس. تمام. في سؤال، هل حضرتك ممكن نستخدم اكتر من ميني بليت مثلا في الـ في الـ في الـ في الفيكسيشن ولا لا؟ يعني مثلا سبيسيفيك بليتس تبقى صغيره ومع البليت الاصليه، هل ده وارد؟ يعني مثلا في الاكزامبل الثاني اللي قلنا حطينا سكرو واحد في الريديال ستايلويد وحطينا واير، طبعا ممكن تفتح دورسل وتحط بليت على الريديال ستايلويد، ميني بليت على الريديال ستايلويد. يس اي سترونجلي ريكومند انك تعمل دبل ابروتش. كتير جدا بعمل ستاندرد تكنيك تحط بليت على الفولتر السوفت تيشو ديستراكشن، وده في حد ذاته هدف نبيل. المهم ان انت ما تسيبش ابدا اي فراجمنت لايبل تو ديسبيسمنت، لازم تثبتها انو فيكسيشن. لو واحد فاين عايز تفتح وتحط بليت على الريدر ستيرويد ذاتس فاين، بس الدورسال بليتنج انا في وجهه نظري ان هم هي بليتس تكنيكالي اصعب بكتير، و الابروتشز ممتعه جدا، بس الغلطه فيهم بتكلف كتير. ف مفيش حل سحري، هو كتير بحتاج دورسال بليت فيكسيشن، لان سام تايمز وانت بتعمل فيكسيشن من الفولر سايد تلاقي لازم تعمل باترس للدورسال كمان. ف يعني نبقى محضرين معانا الحاجات دي دايما ولا لا، ولا ده على حسب الكسر؟ السؤال ده صعب قوي. يعني احنا في اي ديستال ريديوس احنا بنحضر وايرز من كل المقاسات، بنحضر اكسترنال فيكسيتر، بنحضر فولر بليت اللي هنحطها، ونحضر كل الميني بليتس، وبنحضر هربرت سكروز وفايبر وايرز عشان لو هنعمل اي بتاع، ونحضر انكورز صغيره عشان لو في ليجمنت انجرد. فاحنا الكلام ده في كل ديستال ريديوس فيكسيشن. ف ياما بنحط بليتس اكتر من الاكسبكتنج يعني. تمام. طب في سؤال ممكن يكون قابل ناس كتير، ان مثلا عيان جه وفي الاستقبال وعمل له كلوز ريدكشن فتعمل كويس، وبعد كده الجبس مثلا كان وسع على عيان والعيان شاله، وجاله بعد اسبوع او اسبوعين في المتابعه لقى في كولابس، ده ابسولوت انديكيشن فور او ار، ولا ممكن يعيد الكسر تاني او يعيد الـ لو كان الانيشال ديسبيسمنت مينيمال، ولو كان في تكنيكال فولت في الكاست زي انه كاست لوس ولا ان البيشنت شاله بدري، يبقى ده ممكن يجرب ان
ان يريكاست تاني. اما لو كان الانيشال ديسبيسمنت جامد جدا وانت شبه متاكد ان انت هتحطه في جيرس وهي ديسبيس كده كده، يبقى ما تضيعش وقت. This is my advice. يعني اكيد في اكسبشنز لهذا الامر. تمام. طب البرونيتال كوادريتس بنعملها ريبير ولا بنسيبها بعد ما انستراكشن؟ I leave it. انا هدف البرونيتال كوادريتس بالنسبه لي انها تبقى لاير ما بين البليت والفولر ليجمنتس والفلكسور تندنز. فا I repair حتى لو جوه، يعني I reposition مش I repair. ولو انا planning ان انا اعمل لها repair بسيب حته من الفايبرس اتاتش بتاعها في الووتر شيد لاين، بحيث ان انا بريفلكت بروكسيمالي وبرجعها ديستالي، مش بريبير على الريال سايد، بريبير على الانفيرير سايد، فاهم؟ على الانفيرير بورت بتاعها. تمام. طب في العينين يا بيه اللي هم، ده سؤال برضو ممكن يكون ناس كتير بتشوفه، العينين الكبار في السن الاوسيوبروتيك بون وعندهم فراكشر ديس ريديس، يعني الواحد بيبقى خايف يخش بالبليت وسكروز ما تمسكش ويبقى فيه كده، هل هي ما بتمسكش؟ هي ما بتمسكش بالظبط. انت هدف البليت والسكروز ان المسمار، هو المسمار ماسك في الشريحه، فهو هيز مينتيننج، ات از مينتيننج ذا الاينمنت كانها انترنال فيكسيتر. انما كل ما السن بيكبر، كل ما بيبقى استخدام الشرايح مطلوب اكتر، كل ما السن بيبقى اقل ممكن تسأل موايفز اكتر. فعلى عكس ما بعض الناس متصوره ان 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 دايما الوايرز في الناس اللي عندهم اوستيوبروسيس بيحصل لها لوسنينج. يعني جرب كده تحط واير في حد عنده 70 سنه، هتلاقيك بتدخلها بايدك مش في النير كورتكس، الناس اللي بتدخلها في النير والفار كورتكس. لو هتدخلها تي هاندل بروتيشن بسيط تو اند فرو موشن، هتلاقيها بتخش في الفار كورتكس بسهوله. فبتلاقي نفسك الوايرز فايداك في ايه؟ كل ما السن بيكبر، كل ما بيبقى مور تو ذا بليت. انا مره عملت فيكسيشن بوايرز لدكتوره استاذتنا، وكل اسبوع بتيجي في العياده ببقى حاطط ايدي على قلبي اللي يحصل ديسبيسمنت، لان انا فعلا كنت بدخل المسامير بايدي، بس كانت الحاله تستدعي كده ان نبقى بمينيمال انترفنشن بلوكال انستيجيا انفلتريشن، حتى مش بيرز بلوك ولا اي حاجه بلوك انستيجيا. ولما اتكسر التاني دي اذر سايد، انا عملت بليت بلا تردد. الريهابليتيشن بتاع البليتس كان اسهل كتير. تمام. طب راي حضرتك ايه في التيناتومي اوف براكيورادياليس تندون تو بريفنت البرونيشن اوف راديال ستايلويد؟ هو الموضوع ده ديبيتبل جدا، تقطع البرونيتر البراكيورادياليس ولا ما تقطعهاش. والله لو فكرت في لو انت فاكر الاشعه الاولانيه اللي حصل فيها ديسبيسمنت، هتلاقي ان حصل روتيشن عكس البول بتاع البريكرادياليس. فديبيتبل جدا، هي هتشد جامد ولا لا. بس الحقيقه وانت بتعمل ريدكشن، لو لقيت انها منع الريدكشن بتاعك، اقطعها بلا تردد. يعني البريكرادياليس اقطعها بلا تردد، بس انا مش بقطعها الا لو مضايقاني في الريدكشن. والحقيقه لقيت ناس كتير موافقه على هذا الراي، يعني ما حدش بيقطعها بشكل روتين الا 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 بعض الناس اللي they are believing in this. تمام يا فندم. طيب معلش، في سؤال برضو ممكن يكون مهم، الكاربال تانل ريليز يعني حضرتك احتاجته قبل كده بعد فولر بليتنج، او يعني في سيتويشن حصل فيه حاجه زي كده؟ انا مش بريليس كاربال تانل غير الناس السيمتوماتيك. احنا وي اساس الميديال نيرف في كل البيشنتس، فانا بريليس بس الناس السيمتوماتيك، انما روتين ريليز ده. تمام. في حته حضرتك برضو وكانت شيقه جدا حضرتك قلتها، التكنيك بتاع الواير تو فيكس تير دروب
وبعد كده نقلبها ونحط عليها البليت. ممكن امي نقولها في مور. عجالة تاني. امي مور يعني لو if you search على A M Y امي مور M O O R E تمام. امي مور ايوه دي orthopedic surgeon American she's very clever and intelligent و she published التكنيك ده I think 10 سنين فاتوا و very efficient انك تحط الوايرز في الفراجمنت وبعدين تثنيها على نفسها ولما تمام تثنيها على نفسها عشان تو كيب ان بليس تحط فولر بليت فاهم قصدي عشان تحركها يعني ف اتس فيري انتليجنت صراحه يعني مش عارف يعني هنا انا هرسم ادي ديستر ريديس اهي في كان ادي ده الارتيكال سيرفيس وادي ده الفولر فراجمنت اهي وده الدورسال دي الحته اللي كانت مكسوره دي اليو شيب اللي كانت مكسوره وهي خلاص احنا رجعناها مكانها هنا فهي بتحط الوايرز كده تمام وواير كمان ومش لازم يطلع من هنا احنا بعدين بنتنيه على السيرفس ده فبتخلي الواير خلاص يبقى كده بعدين لما تحط الشريحه كده تاخد مسامينك عادي بقى في شريحتك ايوه كانك عملت اكستنشن في الشريحه فاهم قصدي؟ الحته دي خلاص مش متنيه والوارز رفيعه الوارز اقل من واحد يا واحد ملي يا اقل واحد ملي ده تخين انت واخد وايرين جنب بعض اهم حاجه بس الحته دي ما تفلقش وتنط ف زي بالظبط الشرايح اللي ليها في شرايح ليها خرام هنا انك تاخد غرزه مش هنا في الفولار كاربال ليجمنتس كده تمام ممكن تاخد غرزه هنا وتخيطها في الشريحه يعني يبقى بالمنظر ده متهيألي حضرتك شرحتها أحسن من البيبر كتباها يعني. خلص ممكن حضرتك تكتب لنا بقى اسمها برضو على الشاشة بالمرة عشان الناس تسيرش مظبوط يعني. أنا هقرأ بقية الأسئلة. طيب البوست اوبريتيف بقى حضرتك يعني لو احنا عملنا يعني فيكسيشن كويس والدنيا كويسه وشايفين ان هو ماسك كويس واناتوميك ريدكشن وعملنا الفيوز وعملنا كل حاجه ومطمنين حضرتك بتحب تعمل ايه بوست اوبريتيف مع العيان ده؟ زي 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 زينا كلنا ما ابتدينا احنا كلنا حبينا جدا ان احنا نعمل ايرلي موبيلايزيشن وان البيشنت يتحرك بسرعه ويرجع شغله within 2 weeks ويكتب ويعمل كل حاجه بس في ستادي كان عملها جيسي جوبيتر كومباريزن ما بين الناس اللي اتجبسوا 4 اسابيع والناس اللي حركوا immediately الناس اللي اتجبسوا 4 اسابيع نتائجهم احسن بكتير او الفانكشنال اساس بتاعهم احسن بكتير والصراحه ده ليه اكسبلانيشن ان انت ما فيش حاجه تكسر ديستال ريديوس غير لما يعني هو ايه اللي بيكسر الريديوس؟ ما هو الاسكافويد بتضغط على ريديال ستايلويد او اليونيت بتضغط على اليونيت فوسا او الكافيتيت بتضغط على الاسكافويد واليونيت وكل اثنين بيضغطوا على الباقي فانت في كاربال انجري او كاربال ستريس حصل الاول عشان زي 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 بالظبط الهيد اوف ذا فيمر ما بتكسر الاسيتابلم صح؟ مش ساعات بيجي لك اوستيو كوندرال فراجمنت في الهيد اوف ذا فيمر ساعات وانت بتصلح اسيتابلم بتقعد تشيل لوز باديز من جوه فاين ونفس القصه في الديستال راديوس الحاجات دي نسبه حدوثها قد ايه؟ نسبه حدوثها الحقيقه اكتر بكتير من 60% سبيشالي لو هتستخدم الارثروسكوب از روتين بروسيجر جوه العمليه يعني لو كل ديستال راديوس هتخش بالمنظار تبص جوه هتلاقي كارتليج ابريجن هنا او سكافر يونيت ايكيموسيس او سوبرفيشال بارتي اف سي حصل له انجري طب الكلام ده ما بيحصلوش هيلينج بايت سيلف لا بيحصل له هيلينج بايت سيلف بس محتاج ريست من 4 ل 6 اسابيع فانت لو جبست البيشنت 4 اسابيع بيتحسن جدا طب ده هل انت بتضيع عليه وقت لما بتجبسه 4 اسابيع الحقيقه لا انت بتخليه فوكس على الموبيلايزيشن بتاع الفينجرز ان هو يبند صوابعه لحد الاخر ويفرد لحد الاخر وهو متجبس بتقول له يفلكس اجينست الكاست ويكستند اجينست الكاست كانه بيعمل ايزومتريك سترينثنينج للريست ماسلز اجينست الجبس
ده في حد ذاته هيحافظ على الـ على الـ على الـ الـ الجيرث بتاع الـ بتاع الماسلز اوف ذا فور ارم، ويخلي الري ديسبيسمنت ريت اقل بكتير. فانت دايما دايما في الفيزيكال ثيرابي لما بتطلب من العيان كتير بيتلخبط، ما تقول له يحرك صوابعه ويحرك الريست ويحرك الدي ار جي، وما تنساش كوعك وكتفك كمان، ما تسيبوش في العليه. طب لو هو متجبس وفوكسنج على صوابعه وفوكسنج على البوزيشن سوبرنيشن، لو هو الدنيا كويسه يا سلام، انت مش فاضل لك غير ده، هيحركه بسهوله جدا، بس بعد ما يفك الجبس على يعني حضرتك اديله ريست سبورت. انا بطلت احرك البيشنتس بدري، بطلت ادفايس ده غير لو البيشنت مضطر اضطرار شديد، اللي هو بطل في حاجه ولازم يريهاب بسرعه. خد بالك برضو انك لما لو البيشنت عايز يحرك بسرعه وانت سمحت له، لو هو سليم هيتحرك، لو عنده انجري هيبقى عنده حاجه بتليمت هم. يعني لو هو عنده بين صدقه، قول له براحه على نفسك، طالما جسمك اشتكى انت عندك حاجه نوت دايجنوست. طب هل ده معناه ان احنا نعمل منظار لكل حد عنده ديستابيديس؟ الحقيقه الموضوع ده ديبيتبل جدا، يعني لان انت هتعمل منظار لكل حد عنده ديستابيديس، هو اتس مور اوف ا ساينتفك فاليو اكثر ما هو بروفن براكتيكال فاليو للبيشنت. انا I'd love to I'd like to، خصوصا ان بقى في بورتلز من الفولر اسبيكت. يعني احنا قبل كده كان اللي منعنا ان احنا نعمل منظار ان احنا نعلق البيشنت بهذه الطريقه، واحنا نخش بالمنظار من ورا وهنثبت من قدام، يعني ايه الغلب ده وهندخل ايمج ازاي؟ انما لو انت دلوقتي هتخش فاتح من قدام ومدخل منظار من قدام من بورتلز انتيرير، والبيشنت سوباين وفارد ايده جنبه، فالايمج دخوله سهل وكل حاجه دخولها سهل. كتير مش عارف يعني probably الاجابه هتبقى متضحه بعدين، لان كتر المناظير في الديستريبيوس خلت الانسيدنس اوف اسوشيتد انجريز فيري هاي، وكون الاسوشيتد انجريز فيري هاي، هل ده ريفلكتد على البراكتيكاليتي وال benefit for the patient؟ محتاج لسه long term studies. طب والكاست بيبقى بلو قلبه ولا اباف؟ ولو بلو قلبه حضرتك بتقول له برضه برونيت وسوبينيت ولا لا؟ برونيت بلو نيفر اباف، اي نيفر كاست اباف الا في حاجات الافكشن اوف ذا دي ار جي. اي دي ار جي افكشن بريبير، ولما بريبير بحط وايرز ما بين الريديس والالنا، ولما بحط وايرز ما بين الريديس والالنا بكاست اباف عشان ما يعملش برونيشن سوبينيشن. انما لو حد ما عندوش افكشن ديس ريدي اندر جوينت كله بيلو تمام. طب ولو بعد اربع اسابيع واي كونسرفتيف بيلو، يعني 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 الاباف البو كاست از ان انديكيشن، يعني لو انت في كسر محتاج له اباف البو كاستنج، ده تو ماي اوبينيون از انديكيشن فور سيرجري. تمام. احنا دلوقتي طيب لو حضرتك بعد ما يفك اربع اسابيع وحصل بعض العيانين بيبقى عندهم ستيفنس او كده، ده فيزيوثيرابي بس ما بنحتاجش مانيبيليشن اندر جي اي ولا اي حاجه. يعني اي دونت ثينك ان مانيبيليشن اندر جنرال انستيزيا از بينيفيشال في الريست ولا في القلب ولا في الصوابع. المانيبيليشن اندر انستيزيا مفيد بس في الشولدر والني، انما ما فيش اي بروف ان هو مفيد في الريست او في الصوابع الحقيقه. تمام. الاونلي بيشنت اللي عملت له مانيبيليشن اندر انستيزيا كان ام سي بي، واول ما نام بقى ريليست بسهوله، وكان عنده بلاوي كتير جدا 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 تو تيك كير اوف، غير خالص الام سي بي ستيفنس الموجود. فوي مانيبيليتد لحد ما نخلص دول، ثم بعد كده هنعمل له سيرجري تاني ولقينا فك. بس الحقيقه مش دي القاعده، القاعده ان ان ان
لما ترجع للستاديز تلاقي المانيبيليشنز في الريست وقلبه وحشه جدا، رغم ان مشهور جدا ان هم بيتعملوا. في تشابتر في كتاب من الكتب اللي انا حطيتها بيتكلم عن الارثروسكوبيك ريليس للستيفنس اوف ذا ريست. الحقيقه انا مش فاكر مين اللي كاتب التشابتر، بس مشروح بطريقه جميله جدا جدا جدا، وبيقول لك ان الاستيفنس اللي بيحصل في الـ في الـ في الـ في الريست عاده ما بيبقاش ميدكاربال، بيبقى راديو كاربال، بيبقى ما بين الديستال ريديوس والسكافويد والديستال ريديوس واليونيت، وعمره ما بيبقى ما بين التي اف سي سي والتراكويتر. فاهم قصدي؟ تمام. فبيحتاج دايما راديو كاربال بورترز، وساعات بيحتاج دي ار جي بورترز، لان هما بين الهيد اوف ذا النا والبروكسيمال بارت اوف ذا تي اف سي بيحصل ادهيشنز. شابتر لطيف جدا يعني. طب احنا مش هنطول على حضرتك، هم سؤالين ثلاثه وخلاص. الووتر شاد اريا، عشان عماله ناس كتير تقرا، هي دي مكتوبه كويس ولا ممكن يعني الناس تسيرشت، ولا حضرتك ممكن تقولها بسرعه؟ ووتر شاد اريا الواضح تاني هذا كده في ال واضح الرسمه. لو حضرتك هترسم لو هرسم ووتر شاد اريا، هي الووتر شاد اريا ما حدش فاهم هي بنسميها ووتر شاد اريا ليه. انا ممكن الاول اجيب الاخر بتاع ثانيه واحده. لو ده distal radius then yes. لو ده distal radius كده، وهنا ده radius thyroid، وده sigmoid notch. اوف ده راح بعيد قوي. الووتر شيد اريا بيبقى بادئ من هنا، عباره عن ريدج، وبعدين عند الريديال سايلويد بيروح بروكسيمالي. فبتلاقي دايما ان هنا حوالي 2 مللي بالكثير، وبعد كده يبقى حته طويله جدا. فدايما هي دي هنا كده، دايما البليتس بتبقى اخرها ده. علشان كده احنا هنا بناخد مسمار كده ومسمار تاني هنا كده، والمسمار يعني لو هنا اربع مسامير بيبقى في بعض الشرايح مت 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 مرصوصه صفين، صف هنا مثلا في اربع او خمس مسامير، وصف هنا في ثلاث اربع مسامير، صح؟ تمام. الصف ده تحاول دايما تخلي المسمار ده والمسمار ده داخلين جوه الريديوس لحد الاخر، ويا حبذا لو ده كمان، ودول يبقوا ان ذيس دايركشن. وفي شريحه دلوقتي اسمها اف بي ال بليت، بيبقى شكلها عامل كده وكده، بحيث ان المسامير دول كلهم متجهين الى راديال ستايلويد، والمسامير دول متجهين الى الـ تحت اليونيت فوس. الصف ده دايما لما تبص على اللاترال فيو، انا معايا ايباد وكان كنت عايز ارسم بيه بس ما عرفتش اكونكت. شايف ده؟ ده اللاترال فيو، وانت وادي الشريحه اهي. في هنا ده اول صف وده تاني صف. دايما اول صف الدايركشن بتاعه بيبقى كده عشان يبقى موازي ليه، وتاني صف بيبقى الدايركشن كده.
يبقى واصل لحد هنا، عشان الصف ده يسند الحته دي من الارتيكال سيرفس، من حته الدورس، والصف ده يسند الفول. فتلاقي دايما الديستريديس كده، الصف الديستال ماشي في الدايركشن ده والصف البروكسيمال ماشي في الدايركشن ده، عشان يسبورت الارتيكال سيرفس بهذه الطريقه، من غير ما تبقى مضطر تخش في الكورتكس هنا. لا، انت دايما يو ايم ات ذيس انجل. فاهم قصدي؟ تمام. طب والاف بي ال بليت دي ليه؟ شايف فاكر البيشنت اللي وريته لكم ان هو مقطوع فيه الفلكسور بورشس لونجس؟ بيقول لك انك لو عملت فرو او خليت الشريحه مقسومه نصين، نص هنا ونص هنا، الفلكسور بورشس لونجس تندون هيبقى دايما ماشي في الحته دي، في الجروف ده. هي يعني حتى لو هو ماشي بالجروف ده، انت هتزيح البليت كده شويه، هيتعور. ف مش براكتيكال قوي. هي لطافه الاف بي ال بليت في انها فعلا بتمشن كويس قوي على الريديال سايد والانر سايد، مش انها بتحمي الاف بي ال. تمام. طيب احنا لو عملنا بولر انترا اوبرتيف بليتنج كويس والديستال ريديو انر جوينت تيستد لقيناها ستيبل، وبعد كده في الفولو اب بعد مثلا شهرين ثلاثه لقيناها انستيبل ومعاها سام ستيفنس، ده بقى ده البلان بتاعته، هنعمل اتصرف ازاي؟ الكلام ده خطير جدا. انا ماليش ليه اكسبلانيشن، ات هابنز تو مي مرتين، ومره منهم في واحد صاحبي. ف ان جوه العمليه ستيبل جدا وكل حاجه زي الفل، وبعد العمليه بثلاث اربع شهور يقول لك خلاص الكسر لحم وانا بقيت كويس، بس الدي ار او جي بيطقطق او انستيبل، سواء سيمتوماتيك او اي سيمتوماتيك. الصراحه ماليش اكسبلانيشن لده، بس ما اعرفش. ساعتها هو يمانج سيمتوماتيك، يعني لو هو عنده سيمتومز وبين وات ايفر هنعمل له عمليه، لو ما عندوش بين واكسبتنج وبيطقطق بس مش مهم، ودي بتنط لورا بس مش مضايقاني، خلاص هسيبه في حاله. زي ناس كتير يعني. اتفضل. وده ساعتها نحط سكرو ولا واير؟ على الايه؟ الالنر ستايلويد ولا اسمه ايه؟ الديستال ريديو الالنر جوينت. الديستال ريديو الالنر جوينت انستابيلتي ليس له اي علاقه بالالنر ستايلويد. فاحنا دايما وي ريبير التي اف سي سي بانكور ولا بون سوتشرز ولا وات ايفر، ريجاردلس بقى الالنر ستايلويد مهم تثبيتها ولا لا. سام تايمز بتلاقي الالنر ستايلويد مكسوره وحصل لها ميديال مايجريشن، والميديال سوري راديال مايجريشن، والراديال مايجريشن ده بيعمل امبنجمنت حتى لو هي مش ماسك فيها اي حاجه، فبتحتاج تشيلها وتريبير ال تي اف سي في مكانه. سام تايمز بيبقى حتى لو هي مش مايجريتد بتشيلها عشان تستخدمها از ان ابروتش سبب بي تي اف سي. سام تايمز بيبقى تي اف سي ايفولست بالالنر ستايلويد، ولو رجعته مكانه كانك بتريبير تي اف سي، وانت ساعتها بتريبير عشان بتعتبر البون تو بون هيلينج احسن من الليجمنت تو بون هيلينج. فالحمد لله كان عندنا النر ستايلويد وفراجمنت كبيره، يبقى احنا هنفكست واير ريتنشن باند، هربرت سكرو، اثنين هربرت سكرو صغيرين، وات ايفر. بس ساعتها تثبيتك للالنر ستايلويد مش عشان الالنر ستايلويد، بيبقى عشان ال تي اف سي سي. الحقيقه التفكير في الالنر سايد اوف ذا ريست والاسوشيتد ليجمنت انجريز اي didnt address في التوك ده محتاج يبقى ممكن نحضرها في وقت تاني دي، لو هي محتاجه لهاك شايفها يعني محتاجه كذا اكزامبل ليها، واقول لك احنا بنفكر فيهم ازاي. ان هو هي ات نيدز تو بي ادريس، بس انا بشجع كل الناس ان يفتح ويريبير ال تي اف سي سي لو في انستابيلتي، ولو مش بيعرف يعمل ريبير للتي اف سي سي لو في انستابيلتي يحط واير ما بين الريديس والانر. بس الواير اللي بيتحط ما بين الريديس والانر لازم يكون حجمه كبير شويه 1.8 او 2،
وساعتها بتجبس العين اباف البو كاست علشان ما يعملش برونيشن سوبرانيشن، هو بيفوق الجبس عشان ما يتكسرش، وبتخلي الوار ده من 4 لـ6 اسابيع علشان يحصل هيلينج للتيشوز. تمام. احنا يعني طولنا عليك معلش يا بيه. في المان يونايتد يا جماعه دي لسه توبيك لوحده، يعني هناخد محاضره ليه بعد كده. اخر حاجه هناخدها النهارده البريدجنج بليتنج بيه، حضرتك ممكن تحتاجه في الكوميونتي بريدجنج بليتنج في الكوميونتي. الاسبانيك بليت بريدجنج بليتنج يس. لكن البريدجنج بليت هي الانديكيشن بتاعها زي وزي الاكسترنال فيكسيتر، بس هي ميزتها انها تقدر تسيبها فتره اطول من غير ما تعمل ديستراكشن للتيشوز بشكل اكبر. وهي بتتحط يا اما على السكند كولون يا اما على الثيرد كولون، و سوري على الثيرد او سكند ميتاكاربل، وهي بتحافظ لك على الريدكشن اللي انت عملته. البريدجنج بليت انا في مره بيشنت حطيت له فولا بليتس ووايرز وبريدجنج بليت وانكرز، يعني في نفس البيشنت، لان ده سام تايمز بتلاقي هي الحل السحري الوحيد الاكيد انها تحافظ على الكونستراكت اللي انت عملته، بس انت متاكد 1000% انك اول ما تطلع ويحصل لودنج بعد اسبوع او اثنين كل الكونستراكت ده هيفك من مكانه في الكسور الفيري كومنيوتد. فطبعا there is a place for كل تول انك تكسب بيه. مشكله موجوده هنا، اسف موجوده هنا يا فندم في مصر يعني. احنا بنحط بليت 3.5، مشكله هو مشكله 3.5 طويله اللي هي سمول او ريكون. مشكلتها الوحيده او العظيمه يعني انك لما بتحط مسامير 3.5 في الميتاكاربلز اتس فيري لايبل انها تكسر، ولو حطيت الشريحه 2.7 طويله بتبقى مش انف مهما لقيت شريحه طويله. وهي موجوده، كانت موجوده في شركات في مصر زمان بس ما اعرفش اسمها موجوده ولا لا. ف الايديال بليت اللي تعمل بيها بريدجنج تكون 3.5 بروكسيمال و2.5 زي الارثروديسيس. I'm not aware ان انا شفتها لحد دلوقتي، حتى كل البابليكيشنز شفتها بيستخدموا يا 2.7 بليتس طويله يا 3.5 بليتس ريكون كونفجريشن او دي سي بي. متشكرين يا دكتور مصطفى، يعني المحاضره النهارده كانت